في حاجة حاجة ولا ايه؟ حاجة في بقك؟ لا مين انت عايز ايه؟ السلام عليكم يا حاج. انا حجيت الحمد لله يا رب. طيب انا ابويا بعتني عشان اخد ايجار الشقة. حق الناس هو كام؟ اللي تجيبه يا حاج. الحمد لله. لان ابويا انا اصل ابويا الحلواني وصاني، ابويا الحلواني وصاني ان اجي اخد منك الايجار. الحمد لله. خد وبهت الباقي. انت تعرف اسمك؟ صباح الفل يا حاج. قالوا لي دور بليز حبيبي في الادراك دي كده. ما فيش ها؟ طب بص روح لملي كل البيكتشرز اللي في البيت. حاضر. اهو الحمد لله يا ربي الحمد لله. ده شريط ايه؟ ده شريط برشام؟ ده الفرح بتاع بابا وماما، يمكن يا رب يفكر بابا بأي حاجة. أنا مش عايزه يفتكر حاجة، أنا عايزه زي ما هو كده. هو أنت إيه؟ ما عندكش دم؟ دي كل الصور اللي في البيت. ميرسي يا حبيبي. بس ما في مشكلة، أنا مش لاقي ولا صورة ليا مع بابا، يعني مش هيفتكرني ولا إيه؟ هقول لكم إيه؟ إحنا لازم نتفق مع بعض إيه المواقف الجميلة اللي هنحكيها له عشان يفتكر. وده جيب له مواقف جميلة منين؟ ده أنا كل مواقفي معاه مهببة. يعني يا رب لا مواقف ولا حتى صور. يا رب يفضل ناسيني يا رب. يا رب ما يفتكرني، ده رزقه وجالي يا رب حبيبك النبي. يا رب ما تقومه من قومته ولا تنيمه من نومته ولا تصحيه من غيمومته. والله العظيم يا ايمن لما بابا بس يخف بالسلامه هخليه يطين عيشتك. روح يا عيله شغل الشريط ده على منده بابا. بص الحته دي انت متخلف يالا، بتحاول ليه متخلف؟ مش عاجبني يا عم، مش عايز اتفرج عليه. وطي صوت صوتك يالا عشان ما اضربكش يا. ولا انت كداب اصلا وما تعرفش تضرب. الطبيب. طب سيبه سيبه سيبه. طب علي بقى علي. اهو اهو. انا لازم اشوف الحادثه يا بابا. هو بابا مش في البيت يا ولاد؟ يمكن في الغيط. هات يا ابني الكابل. يا ولاد بابا بجد مش في البيت. يمكن ماشي على الحيط. او بياكل سبيت؟ ايه؟ روزر. كراش في حياتي اللي قعدت القهوه انا. ده والله العظيم ما بحبش اقعد على القهوه قبل، بحب اقعد على السطح. هوا وميه و... السلام عليكم. اتكل على الله يا ابو. والله العظيم احنا قاعدين فين؟ السلام عليكم. ايه ده؟ ايه ده؟ إيه الفنانه يا جدعان؟ الفنانه 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 الفنانه. يلا يا عم خلاص يا جدعان، خلاص يا جدعان حبيب قلبي، خلاص يا جدعان ربنا يخليك يا عم. خلاص ايه يا جدعان؟ خلاص يا ابن اهل عينك يا خلاص. ايه عامل ايه يا فنان؟ الحمد لله تمام. اطلب طلب. اؤمر. بوسه بس والنبي معلش. ماشي بس بالراحه. في ايه يا عم؟ هتبوسني في بقي؟ بحبك يا فنان. بتحبني تبوسني في بقي؟ امال اعمل ايه؟ ده كلام. واخبار بابا الزعيم ايه؟ بابا الزعيم؟ ايوه بابا الزعيم كويس الحمد لله. وزعيم عليكم في البيت برضو كده؟ اه زعيم في البيت علينا برضو. يا لهوي على ده، انت تلاقيك مرمغ انت في العز. فلوس وياقوت ومرجان، احمد مرجان وجواري وكل حاجه. جواري وياقوت ومرجان؟ لو انت فاكرنا كفار ولا ايه؟ مش بابا الزعيم؟ ايه بابا الزعيم؟ مش بابا ولهب يعني؟ امال ايه يا فنان؟ ده انت الفنان يا فنان. الله يكرمك. امال فين يا فنان؟ فين ايه؟ فين البوليس والشرطه الكتير اللي معاك؟ انت شعرك عامل كده ليه؟ شعري كارته كارته عشان ابويا مش الزعيم. اه لا فكك بقى بالسكه الواطيه دي. اه بقول لك ايه؟ في حد بتاع شكمانات قريب؟ انا اقرب واحد ليه. اقرب واحد ليا في ايه؟ في الدنيا. في الدنيا؟ انا لسه عارفك دلوقتي. ايوه انا انا. انت ايه؟ انا بتاع شكمانات. انت بتاع شكمانات؟ اه انا شكمان اهو. طب اثبت لي كده اهو. اه ده انت عبيط بقى. اه طب فين الورشه؟ الورشه قدام، ده انا لسه فاتح ورشه دلوقتي. ورشه ايه؟ ورشه شكمانه. بتشكمن يعني؟ اه نروح نتشكمن انا وانت دلوقتي. اركب تشكمن. يلا بينا اركب مع الفنان. يا الفنان اهو الفنان اهو. الله يكرمك ربنا يخليك. الله يكرمك الفنان ربنا يخليك. سلام عليكم. مع السلامه ربنا يخليك. خلاص يا خلاص يا خلاص يا خلاص يا فنان. خلاص يا امشي يا خلاص امشي يا خلاص. الله ما علينا ده ولا ايه؟ ما العربيه عاديه يا فنان. امال في ايه؟
بقول لك ايه، لو حد سالك الورشه دي بتاعت مين هتقول له انا مش عايز غلط في الكلام. تمام يا ايمن، بس في الانجاز بقى عشان دي حاجه اكل عيش. ما هي في الانجاز، بس اتكل انت على الله وانا بغمزك بقرشين ما تقلقش. تمام يا ايمن، يلا امشي، لا حول ولا قوه الا بالله. ايه يا اسطى؟ ايه يا اسطى؟ بقالي ساعه. هو ساعه كتير؟ ساعه كتير، انا عندي ميعاد الله يكرمك. طب ما بعتش السواق ليه مدام قرفان كده؟ يا عم انا ما عنديش سواق. انت هتعمل لي غلبان يا باشا. النيله السوق انا بنغير الشكمان يا باشا. في ايه شكمان؟ الشكمان ورا اساسا، انت بتعمل ايه قدام؟ ما احنا بنجيبه من اوله بقى عشان نجيبه كله. الله، يعني هي اللوز بتتعمل من هنا؟ اللوز ما بتتعمل من هنا يا باشا. الله يا ولا، هي مفيش مخ ولا ايه؟ انا حمار معلش. طب الطياره بتاعتكم فين يا فنان؟ هيبقى عندي طياره واجي اصلح الشكمان عندك. ما انت عندك طياره، وانت هتخبي؟ سايبها للمشاوير الطويله. ماشي. العربيه دي كام فولفو يا باشا؟ انت حمار يالا ولا مالك؟ في ايه؟ ثانيه واحده يا باشا. الو، ايوه يا لهفه، والله العظيم محمد امام هنا النجم والله. لهفه، اهو محمد امام اهو. ها، ميرسي ايموني، ميرسي قوي قوي ايموني حبيبي، ربنا يخليك ليا. ما تسيبهوش غير لما انت ماضيه معاه. ميرسي ايموني. محمد، ازيك يا محمد؟ ازيك؟ عامل ايه يا كابتن مصر؟ الحمد لله، ربنا يخليك. مين؟ اخبارك ايه؟ انا لهفه، اخت ايمن. اخت ايمن؟ ايوه. ده ايمن ده حبيبي، ربنا يخليك. ازيك يا لهفه؟ الحمد لله. حلو قوي اسمي. ميرسي، ربنا يخليك. حلو قوي قوي قوي. ميرسي ميرسي. عايزه اقول لك ان ايموني بيعزك جدا جدا جدا. ده ايموني ده عسل والله، والله العظيم ده ايموني ده اجدع واحد انا قابلته هنا. اول ما قال لي ان انت هنا جيت جري. ده حظي الحلو بجد، ربنا يخليك. ربنا والله ربنا يخليك انت. اوعى تفتكر ان انا معجبه وجايه اقتحم خصوصيتك وكده. اللي انت بتقوليه ده؟ لا، انا زميله، انا فنانه بجد. والله انا زميله والله. اه ايه، بتمثلي ولا بتعملي ايه؟ بمثل. ما انا افتكرتك، انا افتكرتك. لهفه ايوه. حلو قوي. بجد افتكرتك، انت عملتي دور حلو قوي في ما تساعديني كده. لا بس عملت ادوار كتير، انا نفسي مش فاكراها. مش مهم والله بجد، مش مهم. المهم بابا الزعيم عامل ايه؟ برضو بابا الزعيم كويس الحمد لله، ربنا يخليه لنا يا رب ويديله الصحه. زعيم برضك في البيت عليكم وكده؟ ده انتوا اخوات رسمي بقى. ايموني قال لك نفس الكلام؟ ايموني ده طلع عيني من ساعه ما جيت وسابني. انت اخبار بابا ايه؟ الحمد لله. انت تعرف بابا؟ لا بس مسيري هعرفه ان شاء الله. بابا على فكره فنان بجد؟ اسمه الحلواني. الحلواني. هو من نفس جيل بابا. لا والله بابا الزعيم. ايوه بجد. عارفه يا لفحه؟ لهفه. لهفه اسمي، لهفه. حلو قوي، حلو قوي. لهفه جديد. انت عملتي ادوار ايه قبل كده؟ عملتي ادوار شعبي؟ والله انا لو عملت شعبي هبقى بغير جلدي خالص، يعني هبقى بعمل حاجه الناس مش متوقعاها مني، بس مفيش مشكله اعمل شعبي طبعا. هو تغيير الجلد مطلوب؟ يعني بتلبسي جلابيه وكده؟ طبعا البس جلابيه، مفيش مشكله عادي خالص. تلبسي بدله رقص؟ والله دي محتاجه شويه تفكير، بس ممكن البس، يعني اصل دور الراقصه برضك ده يعني تالنت بيبقى فيه. بتعرفي ترقصي اصلا؟ انا فنانه شامله، انا بمثل وبغني وبرقص، بعمل كل حاجه، انا نيلي وشريهان الجايين. تعرفي تطبخي؟ والله الطبيخ انا يعني اصل خالته هي اللي معلميني طبيخ، وخالته فاشله يعني بجد. بجد والله. هو الفيلم فيه طبيخ؟ لا في الشقة. الفيلم يعني ايه في الشقة؟ لا يعني الفيلم اسمه الشقة. الفيلم اسمه الشقة. اسمه الشقة. ومش عارف كده، شايفك في دور معايا. ربنا يخليك. اهم حاجة يا محمد، دي احلى حاجة بقى انت قلتها. ليه؟ قولي ليه؟ ليه يا لفحة؟ لان انا بجد اكتر واحدة احس بيك في البوينت دي. قولي يا لفحة. بجد، لان انا برضو قعدت وقت طويل جدا عشان اطلع من العباءة بتاعت بابا. انت نفس الشيء برضك، قعدت وقت طويل عشان تثبت للناس نفسك وتطلع من العباءة بتاعت بابا. صح، فاهم؟ فما تيجي تعمل فيلم، ما تعملش فيلم كله شباب، لازم يبقى معاك بنت تسندك. العنصر النسائي مهم جدا. عارفه يا لهفه؟ ايوه. انت بتعمل ايه يا حبيبي؟ في ايه؟ لا في ايه بقى؟ لا سيب ايموني ينطلق بجد، يعني العربيه بتاعتك في ايد امينه، في ايد ايموني. انطلق يا ايموني. والله بجد ايموني ممكن يعمل لك اي حاجه انت عايزها، احنا اصلا عيلتنا كلها تعمل لكم اي حاجه انتوا عايزينها. ربنا يخليك. لو الزعيم شخصيا عايز حاجه ممكن يجي يسيق لكم ونرسل لكم اي حاجه. لا فانت زميله، ما ينفعش تقولي كده يعني. سي ربنا يخليك. اتكل انت على الله روح. ماشي ربنا يخليك. ما تيجي اي حته. يعني ايه؟ يعني ايه صحيح؟ لا انا قصدي يعني ما تيجي تعملي كاستنج للفيلم اللي انا داخله. خلاص اوكي مفيش مشكله، اني تايم كلمني اجي اعمل كاستنج. 2 بالليل. 2 بالليل؟ لا عشان بيبقى يعني ايه، بيبقى الخفه الزحمه خفت، وبيبقى إيه عشان نعرف اعمل لك كاستنج صح. لا مفيش مشكله خالص في المواعيد، يعني احنا عيله اوبن مايند جدا. انت هتبقي نجمه يا لهفه. والله العظيم. لا واسمك حلو قوي كمان، لهفه جديد في لهفه. ايه لهفه؟
حلو قوي. شكرا. لهفة. أيوة. حلو قوي قوي. ناخد سيلفي بقى يا محمد. يلا يلا. هانيا هانيا. شوف بابا. خرب بيتك. أنا عرفتك السودة. فين؟ أنت مش عايزة تمثلي؟ طبعا. خليكي ماشية ورايا. طب معلش فهمني يعني هنقابل مين؟ رايحين فين؟ وزة. بس ولد. مش عارف. إيه؟ إحنا دلوقتي رايحين لأكبر واحد وأهم واحد في مصر. مين؟ حسن فلاشة. مين حسن فلاشة؟ حسن فلاشة دوت اللي هو مخترع الفلاشة، أكبر خبير فني وأحسن من أي مخرج ومنتج في مصر. لا لازم أنا غلطانة إن أنا ماشية وراك. ما تخافيش. ماشي. بص بقى لهفة، الواد دوت، الواد ده جامد وأنا عارف، وده اللي هيخليكي نجمة. يا رب يا أيموني، أصل أنت برضه بيبقى ليك حاجات يعني فظيعة. لا ما تقلقيش، المرة دي أنا حقاني. يعني أنت واثق فيه؟ أنا واثق ثقة عمياء. هو ده ولا إيه؟ هو ده. هو صباح الفل يا باشا. اهلا وسهلا. أمرني. دي اختي لهفة اللي كلمتك عليها، اللي المفروض نخليها نجمة بقى. مين حضرتك؟ انا اخو لهفة. اهلا وسهلا. انا حابب اقولك ان اختك لهفة فعلا شكلها نجمة، دخلتها دخلت نجمة. بص الابتسامة مع الكسوف بتوع نجمة، شعرها ليس نجمة، عينيها الياينر الايلاينر نجمه. عارف حضرتك الايلاينر اللي هي حطاه ده؟ لا مش حطاه ده، هو ربنا خليها متنيلرناله كده. بس السؤال بقى هنا، لهفة القمر الجميله دي عايزه تتخصص، يعني تخصصها ايه؟ تمثيل، اخراج، نقد، دراما، جمال، عسل، ايه؟ والله انا فنانه شامله، يعني بمثل، بغني، برقص. بتعرفي ترقصي يا لهفة؟ طبعا. طب يلا يا لهفة معايا كده على السقفه. مصر 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 مصر. بتعمل ايه يا ابني انت؟ انت مجنون؟ وهي ترقص على مصر؟ امال ترقص على بشرة خير؟ اكيد مش هرقص في الكافيه يعني. ايه اللي رسماه في دماغك بالظبط قولي لي يا ماما؟ نفسي باذن الله ابقى نجمه، نجمه كبيره قوي. بصي يا لهفة، انت معايا بعون الله هتكسري كل الشاشات الا شاشه التلفزيون. يعني قصدك شاشه السينما؟ لا الموبايل. الموبايل او اللابتوب او الايباد او التاب ده اللي هو جميل ده دلوقتي اللي بيصنع النجم. السوشيال ميديا. ايوه هي دي. بصي يا لهفة يا قمر، احنا هنعمل فيديو مدته 30 ثانيه ينزل على اليوتيوب. اول 10 ثواني بيظهر لنا اسم لهفة الجميل باللمض النيون، تاني 10 ثواني بتظهر عينين لهفة الجميله، بننقل اخر 13 ثواني دول بنقفل بسرعه بنكتب اسم المخرج عشان يبقى فيه سسبنس. الله الله. استنى، فين التمثيل؟ فين الإبداع؟ فيديو 30 ثانية وعينه، هو ده التمثيل؟ اتفرجي بعد ما الفيديو ده ينزل منتجين مصر هيهبوا عليك ازاي لا مؤاخذة. لا 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 طبعا مش صحيح، مش مظبوط. والله عندك حق طبعا، ما تقتنعيش بيه، أصلا شكله بتاع بليلة. بتاع بليلة؟ والله. أنت من دمياط يالا؟ ليه؟ عشان شعرك مشبك، أنت عمرك ما هتفهمني. طب حاسب أنت بقى. يلا لا يلا. أيموني. هنبقى نجوم غلط. والله انا مش عارفه اشكرك ازاي. لا لا تشكريني ليه، واحنا بنعمل حاجه. ده انت ده. هلو السلام عليكم. عليكم السلام. انا كنت عارف ان انت هتيجي وكنت متاكد يا لهفة. والله يا استاذ فلاشه انا قعدت اقلب الموضوع كده في دماغي ولقيت ان كلامك صح. طول ما انت مع فلاشه هتبقي في الجلاشه. طيب يا فلاشه باشا، تفتكر ايه اللي مطلوب مني بالظبط؟ بص يا لهفة، اوعي خيالك يصور لك ان انت هتبقي اول حد نجمه اصنعه. انا عملت نوره جنزير، انور كاوتشا، حمدي الكابينيه. اوعى تكون انت اللي مطلع حماده لمس. والله لا تبقى نجمه. الله يا فرحتي، انا النهارده عيدي. انا بقول لك الكلام ده يا لهفه عشان ما تبقيش فاهمه يعني ان انا كمسري يعني على الله وكده. لا 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 انا عارف كل دي حاجات ليها خطوات. الخطوات اللي هقولك عليها دلوقتي دي تكتبيها في نوتة أرجوكي عشان ما تنسيهاش. لا أنا كله بيتخزن هنا، أنا نجمة ممكن أشتغل على الهوا. رقم واحد، لازم الفيديو وضوحه يبقى زبالة. حلو. وبعدين لو اتكلمت تاني هقلبك قرد. لا لا خلاص. أيوة ركز كده معايا. الحاجة التانية، نجمتنا اللي بيجي دورها بتخرج من البوكس. هطلع من الصندوق. لا أنت هتخرجي من بوكس الشرطة. خارجة من بوكس الشرطة رحلة كفاح، عذاب، ضرب ضرب هنا جامد، عايزة توصل. أنا هوصل، ما تنرفزنيش عشان ما كسرش الإزاز. أما أنا كلمت. تمام. خارجة من قلب البوكس، مكتوب هنا أنا معايا شهادة حسن سير وسلوك. حلو، عشان أنافس نيلي كريم في سجن النساء. بس أنا حاسس إنها عايزة اسمه إيه ده؟ أيوة هي فعلا عايزة. لأن أنا حسيت إيه ده إيه ده؟
ايه استاذ اشرف. اهلا وسهلا. عامل ايه؟ الحمد لله تمام. ده انا اول مره اشوفك. الله يخليك. ما انا اول مره اشوفك. يا لهوي، ده انا بحب حضرتك قوي. الله يخليك. لا والله بجد بتفرج على اي حاجه بتعملها في الدنيا. الله يخليك. شكرا. يعني تياترو مصر دي ما بشوفش غيرها انا. يا ربنا يخليك. شكرا شكرا. الله يخليك والله. انا حاسس. حاسس بايه؟ لا معلش والله عليك. ده انا بحبك حب الفيله. حب الفيله؟ ايوه. ده على اساس حب ايه يعني؟ حب كبير يعني. على اساس الفيل كبير فانت بتحبني حب كبير زي الفيله يعني. ايوه ما شاء الله. الله يخليك والله. هو مين بقى ده الاخ ده اللبيس بتاعك؟ لبيس؟ طب اقطم بقى انا بلبسها لك في وشك. ماشي. معلش معلش ده عشان انا غبي. ده العرباجي بتاعك ده ولا؟ لا 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 عيب عيب عيب. بتشتم ليه؟ عيب. ده الاستاذ مادي ده احسن موزع مزيكا في جمهوريه مصر العربيه. عرفت انا الراجل بتاع ابو ربابا من نص جنيه دي وتتقطع. بلاش موزع موسيقى، مهندس صوت. ليه مال صوتك يا استاذ اشرف؟ لا مش مهندس يعني. انت فاكر مهندس صوت وانا جاي اكشف عند مهندس يعني ولا ايه؟ ايه طيب يعني؟ لا مهندس صوت يعني مثلا اقول ها 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 اعلى اعلى ها ايوه الله ينور عليك. لا ده هربانه خالص. لا حول الله يا رب. عموما يعني ده مهندس صوت شاطر جدا. انت مش محتاج مهندس صوت، انت محتاج ميكانيكي صوت. انا ما انا جاي والله اكشف اهو مستني اهو. لا ده هي الليله باينه من اول. الكليب ده شكله جامد قوي. ان شاء الله شكله هيطلع حلو قوي. انت شعرك ده حقيقي؟ حقيقي. انت شعرك ده حقيقي؟ لا لازقه بكله. ما هو باين. انا لا انا عايز اغني فيه. تغني في ايه؟ في الكليب. ان شاء الله. حاضر. انا بعرف اغني على فكره. بتغني ايه بقى؟ بغني كل الاغاني. طب غني لي يلا حاجه. اغني لك اغنيه عمرو دياب بطريقه الليسي بتاع كنا حبايب. ماشي. عارفها؟ كنا حبايب عزه حبايب. اغني لك بطريقه الليسي. غنيها. بس ده غني في الكليب. لو غنيتها حلوة هخليك تغني. ماشي. كنا حبايب عزة حبايب راح الحب يا ريتو مكان. وكنا حبايب عزة حبايب ولو ما رديتش اعتباري لو ما رديتش اعتباري لا 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 لا. هتشغلني؟ حلو قوي حلو قوي. ايوه يوصل يمكن يا باشا. يا اسطى اقف يا اسطى. ايه ده؟ ايه ده؟ ازيك يا حضرة الظابط؟ مش ظابط يا ابني انا. امشي. مش ظابط ازاي؟ انت ظابط يا عم. يا حبيبي مش ظابط انا، مش ظابط. يا عم واحد ايه؟ اما الرتب دي ايه بتاعت ايه؟ خلاص يا ابني انا الظابط. بس انا مش عايز حد في المنطقة يعرف ان انا الظابط. ليه مش عايز حد يعني؟ انا في مهمة سرية، مش عايز حد يعرف ان انا الظابط يا ابني. طب معلش بقى قول لي على المهمة عشان ما اخليش الدنيا كلها تعرف. يا انت لحوح. قول لي بس ايه عشان ما اسحلكش. انا عندي معلومات سرية ان في عصابة جاية تهرب مخدرات الليلة في الحارة، وانا المفروض ان انا اقبض عليها. سر ازاي؟ ده انت جاي ولابس لبس الظابط، ده انت الدنيا كلها تعرفك، انت لازم تغير. ايه؟ ما انا عامل القنح. عامل ايه؟ مش جايب البوكس وجايب ميكروباص راكب فيه. وهو الميكروباص اللي بيقبض على الحرامية باشا واعي فاهم؟ لا انا اللي هقبض على المجرمين. يبقى انت اللي تغير يا باشا مش البوكس. البس ترنج. شفت يا باشا؟ قلت لك البس ترنجات. اسكت بس، لا انت ما قلتش ترنجات ولا نيله، انت قلت جلاليب نوبي ونمسك دف ونمشي في الحاره نقول يا هو يا هو. خلاص انا عندي بقى فكره تانيه خالص غير الحوار ده. شاف الراجل اللي ماشي هناك ده؟ شاف ماشي ازاي؟ ده ماشي بيتسحب. شاف الكيس اللي في ايديه؟ ده مقرمط على الكيس قوي. عارف الراجل ده؟ يا سيدي عارفه. الراجل ده يبقى ابويا يا باشا الحلواني. نعم نعم بتفتكر قوي يعني. الراجل ده يبقى ابويا يا باشا. ابويا حرامي يا باشا. الحلواني؟ حرامي؟ وبيتاجر في الاعضاء. اعضاء؟ بيبيع كلى بني ادمين، بيبيع سمان رجل، بيبيع فخاز بني ادمين. انت عارف الاعلان بتاع مارادونا لما وهب فخازه للواد لهطل اللي كان قاعد قدامه ده؟ قالت له رجع له فخاده. ايوه هو بقى شغال في الحاجات دي. زي ما انت يا حلواني اوعى تتحرك. حد يقول لابوه كده يا حلواني؟ يابا انت مفضوح يابا والدنيا كلها عارفه بلاويك. يخرب بيت ادائك، مش ممكن. ما شاء الله. برافو برافو. لا 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 انا نجم جديد هيظهر اهو. يابا ارجع السجن يابا
ودي الحاجات دي يابا واعترف وارجع السجن. ما تسوقش فيها قوي كده وتعمل لي شكر سرحان بقى. ما خلاص بقى هتعترف يابا ولا اعمل اللي اعمله بقى؟ انت بتتكلم في ايه يا هلا؟ يبقى العداله لازم تاخد مجراها يابا. خدها شرطه. ابراهيم كل ابراهيم كل جايين ناخد مجرانا يا حلواني بيه. اهلا سعاده البي. اهلا وسهلا. اهلا اتفضل اتفضل. مساء الخير يا حلواني بيه. مساء الفل يا سعاده الباشا. باشا مخدرات اهي الراجل دوت صاحب المخدرات. اوعى بقى يقول لك انه ابو ايمن وابو شقره وابو رامي والكلام ده، لان هو لا ابو اي حد في اي حاجه، هو تاجر مخدرات والكيس هو متلبس. يلا حلواني بيه. ايوه يا فندم. الكيس ده فيه ايه؟ ده يا فندم فيه فضه خيرك، كيلو كفته على نص كيلو كباب ضاني من اللي ريحته تهبل. ايوه فاكره، طازه وريحته حلوه قوي قوي قوي. شويه تحابيش كده وربع مخاصي. يعني طلعت مخاصي؟ مخاصي ازاي؟ مش مخدرات. يعني ايه؟ مستحاله. احنا اسفين يا حلواني بيه. لا يا سعادتك، ان احنا شكينا في شخص شريف وجعان زيك. الله يخلي سعادتك. اما ايمن فهيشرفنا في الاسم شويه بتهمه البلاغ الكاذب والازعاج للسلطات. معلش يا فندم، انا والده واقول لك سامحه. معلش هو لا يقصد شيء، انا بس هفهمه حاجه. بص يا ايمن، انت هايل انت هايل هايل عشان اقنعتني بحكايه. كنت هصدق فعلا ان انا معايا مخدرات. صور ابوك بيبيع مخدرات. ايوه كمان حاول بيه. يا خبر ابيض يا خبر ابيض، وانت من امتى بتاكل كفته؟ ده انت مجوعنا. شيل اعمل سيبونا يا باشا، شيل اعمل بسرعه سيبونا يا باشا. شكلها ما بانش شرطه. ها طبعا. امال يبان ايه؟ يبان بتاع لبن. صباح الفل على اجمد ظابط في الداخليه. منور والله يا باشا. صباح الفل. والله منور يا باشا. بترد ليه؟ بترد ليه يا باشا؟ مفيش فرق بيننا انا وانت. الراجل قال ان احنا لبن. هو قال اجدع ظابط في الداخليه. انت ظابط يا باشا؟ شكلنا واحد. مفيش فرق بين عمر. معلش يا فندم انا اسف. استشف نفسك بس. انا اسف جدا يا فندم. استشف نفسك. اسف ما اقدرش يا فندم. مش ملاحظ حاجه؟ ايه اي حاجه؟ اي حاجه؟ حد بيسلم بضاعه، عصابه بتجري. ده انتوا حاره ممله. ده انت ما فيهاش اي سسبنس. ايوه انت طبعا فاكر ان اهل الحاره دول غلابه وطيبين. هم غلابه وطيبين والله. ده متهيألك يا حضره الضابط. اهل الحاره دول مش غلابه ولا حاجه، دول عاملين زي المجرم الشاطر اللي ما يبانش عليه. طب انت شاكك في حد معين؟ شايف الست بتاعت الجرجير دي؟ اه شكلها غلبان قوي. غلبان؟ بس مريب. شايف الحلق اللي في ودانها؟ اه ده مش حلق، دي سماعه بلوتوث بتكلم بيها العصابه. سماعه بلوتوث ايه؟ ما يمكن حلق ده فعلا وهي محوشاه من فلوسها. انت هتدخلني في تفاصيل غريبه ليه؟ حلق دهب ايه؟ هتجيب فلوس الحلق الدهب منين يا سياده الضابط؟ لا يا حبيبي، دي مخبيه البانجو في الجرجير. يعني انت قصدك ان الفرشه دي كلها حركه؟ ابتديت تعجبني يا بتاع اللبن. ورايا يا ابني. عمر ما عليك يا ايمن بيه. ورايا. استنى يا باشا، قال لي ورايا يا ابني. وراك يا ابني، انت تسمع كلامي انا؟ حاضر يا فندم، انا اسف جدا. يا باشا ما اقدرش. مش تمام يا فندم. ما تنساش نفسك. ها؟ ما اقدر. ما تحركيش الكرومب من مكانه. مساء الفل يا باشا. السلام عليكم يا حاجه. سلام ورحمه الله وبركاته. طبعا انت غلبانه ومش لاقيه تاكلي. انا بجري على اكل عيش عيالي. يعني انا لو فتشت حزمة البقدونس دي. حلوة الحركة دي يا باشا، ابتديت تفكر. مش هلاقي حاجة كده ولا كده. ده مش بقدونس، ده كزبرة. شفت حويطة مش عايزة تعترف. اسكت اتنيل، انا ما اعرفش اساسا الفرق بين البقدونس والكزبرة. يبقى ناخدها على الاسم بقى هناك ونتترزع علقة هناك. يعرفونا بقى الفرق بين البقدونس والكزبرة ايه. انا عملت ايه يا بيه؟ ده انا غلبانة. انا هوريك دلوقتي اللي انا مش طيب. شرير ست الامين. لا يا فندم. فتش البقدونس. مش كفاية فتش الست دي. انت تامر يا فندم. انت بتعمل ايه؟ هفتشها يا فندم. فتش ايه؟ انت هتعمل لي فرق بتاع الكرنك. انا اسف يا فندم. فتش البقدونس بس. حاضر يا فندم. لا مفيش حاجه يا فندم. ازاي ده؟ انا مش عارف ليه ابتديت احس ان الست دي طيبه وابتديت احس ان انا حمار. ابتديت تحس ان انت حمار؟ ست نيل انا هتصرف. جرى ايه يا حاجه؟ انت شكلك مداريه النعناع العرايس، احنا بنهرج معاكي. دي حاجات احنا بنعملها. خدوني معاكم يا فندم. على حمدي. يا ايمن. يا ايمن. ايه؟ ايه اللي انت جايبه ده؟ ده حمدي. حمدي مين؟ حمدي الكلب. جايبه ليه يعني؟ ما هو ده كلب واحد صاحبي بس متربي معايا. انت وصاحبك متربيين مع بعض يعني؟ لا انا والكلب اللي متربيين مع بعض. الله، وانت جايبه ليه ان شاء الله؟ جايبه تاخد رايه؟ لا جايبه يشم العربيات. افرض في عربيه معديه فيها مخدرات بتاع الكلب ده يشمه. شمه ايه؟ ده يفهم ده كلب بلدي. ما هو احنا في حته بلدي فعشان كده جايب كلب بلدي. انت عارف لو في حته فرنجي كنت جبت بقى بلاك جاك بلاك ليبل.
كده يا باشا. الراجل ده بيتكلم كلام منطقي، كلب بلدي للناس البلدي. على فكره هو ما بيكلمكش انت، بيكلمني انا. اسف يا باشا، اسف جدا. ما تنساش نفسك. ما اقدرش يا باشا انسى نفسي. ماشي عمر، ما عليك يا فندم. ثلاث دبابير دول ها شايفهم يا فندم؟ على كراسه دول ولا على كتفات؟ كتفات يا فندم، انا اسف جدا. ماشي خلاص يا فندم، تمام. نشتغل؟ اشتغل يا ايمن، يلا بينا. طب بس عشان ما تبقاش شبه لا 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 راجل، هو في يد عندك يا في رسام في عمو؟ انا باشا يا انا باشا. ماشي ليه بسرعه كده وداخل الكمين بسرعه؟ اصل مجر العجله ولازم ارجعها. انا مالي ماخرها ليه؟ نسيت ايه؟ ضاع عليك الوقت في ايه؟ قعدت تلعب كتير ليه؟ انا مالي ناس بقى عمو، ماليش دعوه، لازم اخلي حمدي يشم. حمدي بس والنبي عديني يا عمو. افرد العجله فيها قنابل يا الدنيا خنابل. الدنيا قلق يا خش يا حمدي. ايه ده خلاص والنبي يا عمو. خش يا حمدي بس خلاص، استنى بس ما خلاص عشان خاطر خلاص ما تقعدش. الكلب فك الله يخرب بيت ابوكوا. اجري اجري خد يا حمدي، خد يا حمدي، خد يا حمدي كده. ايمن يا علوه يا عيال افتحوا لي ايدي وجعتني يا خرب بيت بكل ده. انا قوم الله، في ايه يا واد؟ في ايه؟ وجعتولي ايدي كل ده. انا قوم. انت لو رزعت على الباب كده تاني اعتبري نفسك شهيده. اخص عليك يا ايمن، حد يا واد يكلم خالته كده برضو؟ انا بكلم خالاتي كده، حتى اسالي بقيت خالاتي. الحق عليا، ده انا جايبه لكم اكل عشان تاكلوا. مش عايز صفح. يخرب مخك ارمينا، محدش بيصحي حد كده. صدق ولا ان انت بتربيت؟ انا متربع احسن منك والله. انت اللي جبت اجل اختي. ان شاء الله هتحصليها. اخص. طب امشي امشي غور من وش غوركتك ده يا في شكلك. هيجيبوك انت؟ لا طبعا، هيجيبوا حد قريبتهم، واحده عايزين يظبطوا معاها فيجيبوها الاستوديو ويفضوا الاستوديو ويعملوا لها برنامج عشان يظبطوا معاها. ممكن تكتم؟ اكتم بقى. انت ليه محبط كده؟ ليه عايز تقتل الحلم اللي جوايا؟ وانا لازم اقتل حاجه، فيقتل الحلم اللي جواكي يقتل الواد ده عشان انا قرفت منه. طب كتب. التليفون بيضرب. الو؟ ايوه انا مدام ابتهال. مين معايا؟ لا لا بس اصلكم فاجئتوني خالص. طيب انا هحاول الغي كل مواعيدي، هاجي لكم في الميعاد بالظبط بالظبط. اوكي مع السلامه. شوف ده مرتضى ابنك صح؟ متفقه معاه وعامله حوار علينا عشان تعيش اللحظه والوهم صح؟ يا محبط اتكتب بقى. كتب. مش محبط والله. يا محبط اسمعيني، اخص عليك. انا مش محبطك، انا بقول لك الحقيقه. الوهم عمره بس ما تشوف مين. ازيك يا لافا؟ ازيك يا حبوبي؟ ورسمت ايه ده؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ايه ده يخرب بيتك؟ في ايه؟ انت مين؟ مين دي؟ انا لحفه خالته. لحفه وايه اللي عامل فيكي كده يا بنتي؟ طيب متعودين احنا على المناظر دي وعلى اللبس وعلى الشكل ده، لكن انت ماشيه تتطوحي كده ليه زي السكرانين؟ خالته من فضلك انا مش قادره اتكلم كلمتين على بعض. انا جايه من الهرم لحد هنا ماشيه على رجلي. طب وليه جايه ماشيه على رجلك؟ ده انت عفريته دلوقتي، انت ممكن تطيري في الهواء وما حدش هيكلمك، او تصاحبي سندباد وتيجي معاه على المشايه. ايموني حبيبي اوعدك لما ابقى نجمه هحقق لك كل اللي في خيالك ده. هو انا بقى ما قلتلكيش؟ لا ما قلتليش يا خالته. مفاجاه. بص يا حبيبتي، لو ما عندكيش حاجة بكرة ممكن تقعدي قدام التلفزيون وتتفرجي عليا وانا طالعة بتألق في التلفزيون. انت هتطلعي في التلفزيون ليه يا خالته؟ انت رايحة مع بابا تتفرجي على ماتش ولا ايه؟ ماتش ايه؟ ماتش ايه؟ دي مدام رجاء الجداوي كلمتني، حاولت تستعين بيا علشان تتعلم اصول الطبخ، وحتى قالت لي ممكن تجيبي معاكي حد يساعدك. حبيبتي يا خالته يا حبوبة قلبي. قلت اخد بقى الواد ايمن معايا يساعدني. يا حبيبي قلبي يا حبوبة. خديه يا خالته. جود لك يا حبوبة. خش جوه، خش جوه عفريتة. هتيجي معايا يا ايمن؟ طبعا. انا مش هنام النهارده، مش هنام. نامي بكرة بقى. يا ازيك يا انكل؟ ازاي حضرتك؟ ايه ده انا عارفاك، حضرتك ممثل؟ مش حضرتك اللي كنت مع ليلى علوي بتقول لها قتلتيها ليه؟ قتلتيها ليه؟ كنت جامد قوي، كنت بتقولها بكذا شكل مختلف فظيع. ميرسي يا حبيبتي، شوف شوف الجيل اللي يفتكر العظماء. انا بحبه قوي. ايه ده؟ مين ده؟ ده ايمن ماي براذر اخويا. هاي. يا ريتك كنت خبطتيني انا. انا يارا. خلاص سيب ايديها. خبطتيني انا. سيب ايديها. ما شاء الله، ايه ده انت قمر على فكره، انت جامد قوي بجد.
كده انت بيئة قوي بجد عليك. بيئة ايه؟ ده زبالة. ايوه زبالة. انا بحب الزيت الشامة اصلا، شكله فظيع. انا بحب اصلا الدريتي لوك ده. انا بيج فان لمحمد رمضان، ثقه في الله بحبه قوي. على فكره محمد رمضان ده زميلي، اشتغلت معاه كتير جدا. انا بحبكوا قوي. طب بيتكوا كمان ما شاء الله معفن قوي، نفسي اقعد فيه شويه. لا فا ايه رايك لو تيجي تقضي معايا اليوم وبعد كده هبقى اجابات معاكوا هنا. طب واحنا مش هنيجي اي وقت؟ طب خديني بقى مدام حبيتيهم، حبيني انا كمان وخديني معاكي. ايوه طبعا انت تنور اكيد. خديني معاكي. ايه ده انت لما بتتكلم بتعمل كده؟ واو. لو كمان بعمل كده؟ لا دي بقى اجمد الحركه، دي اجمد. انت شايف انت بقى انت معفن قوي. لا لا شوفي بقى لما بيعمل نوم العازم رهيب. يو سو كيوت ما شاء الله. طب بليز يا لهفه خلي اونكل بليز يا اونكل وافق. خلاص يا حبيبتي ما دام احنا هنيجي بعدين. انا موافق طبعا. نقولي عليك يا اونكل لما وقتي طيب قوي. يلا يلا ليتس جو. ايه ايوه الجد رزد وهجي لك على طول. اوكي اتفضلي يا حبوبه. انا قاعده هنا على النهار. انت هتاخديني معاكي؟ ايوه طبعا شور. ايه ده انت بتبص في نفس الاتجاه ما بتبصش في حته تانية؟ واو بجد معفن. تعالي. الو الو السلام عليكم. جونغوا. مين؟ جونغوا. ده ماي دوتر الصغير، ده ماي دوتر الكبير. جونغوا جونغوا. هو هلا وير از جيت لي؟ وير از جيت لي؟ جونغوا. جونغوا ايه؟ يا جيت لي ما بيجيش هنا. ده في هناك. انت مين؟ انت مين؟ اسمك يور نيم؟ جوزي. جوليا. جوليا. طب هاتي بوسه بقى. لا لا انت جيت عند البوسه وطقطقتي عربي. ما بيبصوش الطوال هما. شفت جت عند البوسه وقالت لا لا اصل طبعا البت دي من المطريه. الشجره دي بتنور كده؟ ايوه عادي مالها؟ يعني لو النور اتقطع الشجره دي تموت؟ لا انت في حاجه مضايقاك ولا ايه؟ ايه اللي موقفك كده عند الشجره؟ لا يعني مستعجب بس. مستعجب ايه؟ تعالى احكي لي. ايمن انا عايزك تعتبر نفسك اخويا عشان انت اخو لهفه. اخو لهفه يعني اخويا. ممكن تقولي بقى ايه اللي مضايقك؟ ايه مالك عملت؟ انا بحبك. ايه تحبني؟ تحب؟ طب هو انت مصاحب يا ايمن؟ انا بحبك من زمان. تحبني ايه من زمان؟ انت تعرفني اصلا؟ طب انت مثلا لما شفتني النهارده انبهرت بشخصيتي مثلا؟ دايب فيكي دوب. دايب فيكي دوب. الله ايه الكلمه المعفنه دي قديمه. يعني انت معفن وكمان كلامك قديم. واو لازم اكلم اصحابي. طب هسالك سؤال تاني، انت طمعان فيا مثلا عشان انا عندي فلوس وبيت وكده؟ عينيكي حلوه. ايه الرد ده؟ انا بسال حاجات تانية انت ما بتردش عليها ليه؟ انت سامعني ايمن؟ انت سامعني؟ طمني. انت احلى من احلى حاجه في الدنيا. ايه ده؟ ايه اللي انت بتقوله؟ انا طب ايه رايك لو مثلا نروح انا وانت دلوقتي معاهم ناكل وبعديها نتكلم في موضوع ال توعديني؟ اوعدك توعديني ان انت مش هتسيبيني ابدا؟ شور. حتى واحنا بناكل؟ ايوه. اسيبك ليه يا ابني وانت بتاكل؟ انا هاكلك وتاكليني. ايوه. مش هتقرفي؟ لا اقرف ليه؟ انت برنس، انت اساسا ريحتك لوحدها جامده، بتون صوتك انا اكيد. انت عارفه انت بتكدبي؟ ها؟ لا طبعا. ايفن لو بكدب انا مش هقول ان انا بكدب، انا خايفه منك اخر حاجه. عارفه انت لو بتكدبي انا عامل فيك ايه؟ هتعمل ايه؟ ورحمه امي، انا امي ميته على فكره. الله يرحمها. ورحمه امي لو طلعتي بتكدبي عليا لا تفنك جنبها. اكيد مش هسيبك تدفني، انت تون صوتك اصلا لوحده يخوف. انت قدامك فرصه دلوقتي تقولي فيها الحق، احنا لو اتحركنا من المكان ده وانت طلعتي كدابه اقسم بكتاب الله ما يطلع عليك نهار. تعالى نروح ناكل وبعد كده نتكلم في موضوع الحب ده. اوكي يلا يلا. ايمن حبيبي يلا، انا مشيت بقالي ربع ساعه. يلا انت عبيط قوي. تعالى حبيبي يلا. يلا. اي بابي. ايه الاشكال الغريبه اللي انت مدخلاها البيت من غير ما انا اكون عارف؟ انا اسفه يا بابي، انا عارفه ان اشكالهم غريبه قوي. لا وكمان الولد المنكوش ده بيهددني انه ممكن. يلا هحكي لك بعدين، تعالى بس نستحمل موضوع الاكل ده وبعد كده ننام. يمشوا علشان انا مش عايز اشوفهم تاني. ام سوري يا بابي. خلاص بقى انا متوتره اصلا معلش. نورتونا. ميرسي يا حبيبه قلبي. ما مش هتقعدي جنبي زي ما اتفقنا ولا ايه؟ ما انا قدامك اهو. ايه يا ابني؟
ايه اللي بيحصل ده؟ واضح يا فندم ان في هارموني بين الولد والبنت. بسم الله ما شاء الله، تحس العيون بتتكلم. ايه يا ريورا، انت هتخبي على البيست فريند بتاعتك ولا ايه؟ يا لحظه، وي وير جاست توكينج. جاست ايه يا اختي؟ احنا نقدر نقول مبروك بقى ولا ايه؟ ان شاء الله سعادتك يا فندم اطمن من ناحيه المهر، احنا مش مشكله عندنا المهر، يعني وقت ما هيجي فلوس تدينا، وقت ما يجي لنا هنديك، مفيش مشكله يا فندم، احنا خلاص عيله واحده. والسكن ما شاء الله الفيلا فيها سكن يسعها الحاره كلها. الجنينه بتاعت سعادتك عايزه شويه توضيب. ابني ما شاء الله درس جناين بره، فظيع فظيع، هيخلي لك الجنينه دي جوهره، حشرات تخصصه، ولا حشره في الجنينه. ليه؟ بيقتلهم. يقتل مين؟ بياكلهم يا فندم. يابا ما تهزرش مع الناس دي، يابا الناس دي مالهاش في الهزار، الست دي حامل مني، مش عايز اتكلم بقى. بره. بره ايه؟ انت فاكر نفسك مين؟ لا ده انا ببقى كده. لا خلاص بلاش بابي، بلاش بابي، خلاص انا هتجوز السفاح. جواز ايه؟ بتاع ايه؟ ده بره. بره. ده انت في الاوبرا، ايه يابا ما تتحلل اللي بيحصل ده يابا. خلاص خلاص يا باشا، مفيش داعي للزيق، نطلع بره، نطلع بره. احنا جايين بقصد شريف. بره بقول، اطلعوا بره. ينفع اللي بابي بتاعك بيعمله ده؟ ام سوري يا لحمه، بس برضه كان هيذبح بابي يعني بجد. انا مش هنسالك انك جرحتي اخويا، هنعمل ايه يا بابا دلوقتي؟ نمشي يا بنتي، نمشي بكرامتنا. اوكي، كل واحد ياخد كرامته معاه. صح يا بابا، خد خد يا حبيبي. يلا احنا نمشي بكرامتنا معانا. ايوه شيل يا واد المحشي ده، الشوك والسكاكين هنيجي بكره ناخدهم. يلا يلا يا اولاد، نعمل لكم الطريق يابا. يلا بقى اللي تزوق ناس ما عندهمش دم. خليك انت كده بقى، غني في القاعة بتاعتك براحتك. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ زلزال ولا ايه؟ زلزال ولا ايه؟ اللي انت بتعمله ده يا زفت. عملت ايه يا؟ شغال بتشد الغطا من عليا. انا بشد الغطا من عليك يا حمار ازاي؟ ما دام انا اصلا تحت وانت فوق. امال مين يعني اللي بيشده؟ مفيش غيرنا احنا الاثنين اللي في الاوضه. يعني في عفاريت يا؟ في عفاريت؟ وحتى لو في عفاريت يا، واحنا بنخاف يا، ده احنا ما بيهمناش يا حد يا، ده احنا اشباح يا. اسكت يا عم، الاحسن يكون ولا حاجه. لا عم اتنايل بقى على عينك، اطلع نام ما تخافش. لا انا مش عايز انام فوق. يا دي النيله، امال عايز ايه؟ عايز انام جنبك والنبي. تنام جنبي وانت صاحبتي يا ابني. ايه اللي انت بتقوله ده؟ طب اتنيل اترزع نام. عاسب واحد حظه هباب في الدنيا. شكرا. على العموم انا قلت بقى انا اجي اشوف فيه ايه. خلاص نسيتوني يا رمم. شفتوا الشهاده اهي، ايه تعرف حاجه هي؟ ابدا. قالت لكم يا رمم، اذا انتم رمم. طب دي واحده ميته، هنعمل لها ايه؟ يعني نعمل فيها ايه تاني اكتر من ان هي ماتت؟ حبيبتي معلش، الواد ده ما انتش فاكره يا حبيبتي، احنا جبناه يوم النكسه. يلا معلش معلش، بس لما كنتش انا جيت ما كنتوش هتعبروني. خلاص خلاص يا حلواني، راحت عليا. بابا هي بتعمل كده ليه؟ احتمال تكون قابلت يحيى شاهين فوق. معلش، على العموم انا خلاص كده اتاخرت، لان انا واخده النص ساعه فعلا ظهور ارضي ولازم اطلع، لان بيخصموا لي يا حبيبتي، بيخصموا لي والله. حبيبتي يا ماما توحشيني قوي. ماشي، ممكن ياما تخلصي الحجر عشان عايزين نفتح التكييف عشان الدنيا حر وهنموت وهنبقى زيك ميتين. ياما يا ميته، ممكن تخلصي الحجر يا ميته؟ انت اختفت، راحت فين يا بابا؟ راحت لمصيرها بقى، بس والله كانت وحشانه قوي قوي. صح يا بابا، كانت وحشاني قوي يا حبيبتي يا ماما. طب وبعدين في شغل الميتين ده مين هيحاسبنا على الحجرين انا دول دلوقتي؟ يعني يا ابني قاعدين ابوك دلوقتي رومانسي وبيفتكر المرحومه، تفوقني وبعدين احترم احترم روح امك اللي جت هنا. روح امك، احترم روح امك. انا ما احترمش غير صاحب القهوه اللي هيطلع روح امي لو نزلت له من غير حق الشيشه دي، بس كده. صباح بغاشة يا باشا، على كل واحد مستنينا الولعة والكماشة ونزل شيشة مع شيء. انت قافش فيا كده ليه يا ابني؟ ولا حرامي؟ لا يا عم، اصل انا خايف اقعد بره في الصالة. طب اطلع بره يلا اقعد مع اختك عشان عايز اعمل حاجة. لا ما انا لسه سايبها، اصل هي بتحضر في الشريط اللي فيه ماما. انت خايف يعني؟ اه.
المغامرين الخمسه جايين بره، اطلع اتفرج عليهم هيجمدوا قلبك. ما بحبهمش. اطلع اتفرج سلاحف النينجا. اه بكرهه. طب اطلع اتفرج يلا بره على اي حاجه، ولا اقعد مع ابوك عشان عايز اغير. ما تغير يا عم، ما بتكسفش. اطلع يا بره. اه بقولك عايز اغير. انت لو بتخاف من العفاريت وانا بغير هتخاف اكتر. لا يا عم مش هخاف. يا دي النيله يا ابني، اطلع بره عايز اتكلم في التليفون. يا عم لا يا عم انا خايف. اطلع بره امشي. عيلتنح. الو. ايوه يا موزه، مش هتيجي؟ هتيجي. ها جهزت الشريط؟ اه جهزت ام الشريط اللي مفيش غير امه هنا بيخش في الفيديو، اللي كل ام اول سنه اتفرجنا على ام الفرح ده. ده انت لو متجوز الاميره تشارلز مش هتفرجنا على امه كده. يوه عيب عيب بقى، خليك بني ادم محترم. عجبك تربيتك كده يا بابا؟ بعد ما هنتفرج الشريط هفرج امه انا. انا زعلانه من نفسي قوي. ليه؟ ازاي انسى الثانويه بتاعت ماما؟ انا انسى ماما؟ معلش افتكريها اهي، هتروح دلوقتي تيجي ياكلها هتتكسف وتعمل كده وحافظين امه. بقى يد العبوا دي يا لهفه، وحياه امك لا تاخديني معاكي الاعجازي متقال. يا ايموني ركز بقى يا حبيبي، ماما ماتت الله يرحمها. قولي ورحمه امك. مش مهم ورحمه امك وحياه امك اي حاجه، المهم تاخديني الاحجاز متقال عشان بحبه. ما هو انا لما باخدك معايا في مكان بتفضحني بصراحه. بص يا بابا عايز يجي معايا. معلش بقى، ده اخوك اصغر منك، وبعدين لله حتى احنا نرتاح من الريحه في البيت شويه. او النبي خديني معاكي، انت عارف احجازي متقال ده؟ ده اغلى من ابوكي عندي 100,000 مليون مره، اغلى منه مليون مره. مش بقول لك نتن ابني وانا عارفه؟ خدي. خلاص يا ايموني هاخدك معايا، بس تلبس شيك، غير النينجا ترتز اللي انت لابسه ده. قولي له جيب اجره الميكروباص بتاعته معاه. استاذي انا والدتي الله يرحمها كانت بتزغرط ورا والد حضرتك في الافراح الله يرحمه. الله يرحمهم جميعا. مش اي زغروطه يعني، كانت بتون. اهلا وسهلا بيك. شفت طلعنا قرايب ازاي؟ قرايب ايه؟ احنا مش غرب يا عم حجاز. يا الله انت فاكر ستار ميكر؟ احنا كنا بنقعد في الجمهور على طول. فاكر كنت بتقول ايه؟ شكلك بتبص يا حلمي يا بكر وبتجهز لي ردود. ما انا لو بنت وروشه واموره كنت هتبقى ابو الصعود. ايوه ايه ايه اه لا 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 ده انت ما شاء الله ذاكرتك قويه. امروني تحت امركم. شوف يا سيدي، اختك لهفه نفسها ومنى عينها تدخل عالم التمثيل والغنى. يا خالو انا فنانه شامله. ايوه ايوه فعلا، عالم الفن ضاربها في دماغها، فقلنا نيجي لحضرتك بقى تشوف لها كده حاجه حلوه على ذوقك. تحت امركم طبعا، اكراما للعشره القديمه والعيش والملح. انا شايف ان هي تملى مكان والدتها المرحومه زغرتي. قصدي حضرتك ان اقف ازغرط ورا حضرتك في الافراح؟ والله ده اللي عندي. لا 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 ما ينفعش خالص. بيقول لحضرتك ان انا بحب التمثيل، بحب الغنى، ممكن اعمل استعراض كمان. انا موهوبه حضرتك، مش مزقوقه يعني على الوسط الفني. ما ينفعش خالص، ده انا قلت اقل حاجه هتقولي اعمل معاك ديو دويتو يعني. اهدي اهدي يا لهفه، امال تعالي تعالي. حلو. لا اسكت يا مروشه انت واسمعيني كويس. بقول لك ايه، ما تضيعيش الفرصة بين ايديكي، لازم نبدأ من الصفر. وبعدين كل النجوم والنجمات اللي انت شايفاهم رايحين جايين على دبي كل يوم دول، ما هو بدأوا من الصفر برضه. وبعدين احنا داخلين على رمضان، جربي حظك يمكن تضرب معاكي. خايفة يا خالو، خايفة أفضل صوت في الخلفية يا خالو، مش عايزة طول عمري أفضل واقفة ورا. تفضلي واقفة ورا ايه؟ شايفاه عامل ازاي؟ ده انت لو واقفة ورا ما حدش هيشوفك. في يا عم حجازي؟ الله يا عم حجازي، بقول لك كنا بنحضر كل حاجة. انت مش فاكر الفرح اللي انت كنت بتعاكس فيه العروسة؟ لما كنت بتقول لها عروسة حلوة جابلتني بعيونها بربشت لي. ايوه لحظة قشطة مرمرتني وفرح يا عروسة انا العاي. يا عروسة يا عروسة انا العاي وفرح يا عروسة. ايوه ايه انا بفكهولك اهو، خش عليه على طول وهو مبسوط. ميرسي يا ايموني حبيبي، صدق حطيتني في المود. استاذي هقول لحضرتك على سربرايز، انا معاك باذن الله. طيب حظك في رجليك، النهارده عندنا فرح ويا دوبك تتعرفي على الفرقه. شفتي بقى، مش قلت لك متشكرين قوي يا دكتور. متشكرين ايه؟ ده احنا بقى لنا ساعه قاعدين عند الراجل اللي ما جاب لنا حاجه نشربها، مع اننا احنا اصلا جايين لبتاع الفراوله.
الفراولة بتاع الفراولة. الفراولة اسمع الفراولة. أيوة. اجرب اشتري مني أولى. أيوة. الفراولة بتاع الفراولة. الفراولة اسمع الفراولة. هو أنت بتحبيني عشان فلوسي ولا عشان أنا أمور؟ هو أنت أمور؟ أمال أنت بتحبيني ليه؟ طبعا عشان شخصيتك. طب بقولك إيه رأيك في المول اللي أنا مخرجك فيه؟ حلو؟ حلو قوي بصراحة يعني، بس أنا جعانة. يلا ناكل. طب ما أكلتيش ليه في البيت؟ ما كنتش جعانة بس أنا دلوقتي جعت. تبقي تعملي حسابك بعد كده. طب تعالى نشرب حاجة. نشرب إيه؟ أنت يا بنت عبيطة، إيه اللي آكل وأشرب وأنا جاي أغذيكي؟ أنا مالي ما تطفعي في بيتكو. ما جايين ليه؟ ما جايين هنا عشان نطلع السينما ناخد كرسيين ورا ونمسك إيد بعض. طب يلا. إيه ده؟ إيه ده؟ أنت سهلة ليه كده؟ قولي لي ما ينفعش، خليني أحاول معاك عشان أحس إن أنا عملت مجهود عشان لما أمسك إيدك بعد كده أفرح. طب قول أنت. يلا نطلع السينما نمسك إيد بعض. لا. أحسن، المهم دلوقتي إحنا جايين نبسط ونخرج، هنخش دلوقتي السيمولي ونتدقلب. نتدقلب عليا الطلاق انت اللي طلعك من ابو قتاتة ظلمك. يا بت السيموليتور ده جهاز بيجيب الحاجات قريبه، لعبه يا متخلفه. طب يلا. تعالي تعالي افهمك انا بقى الدنيا يا ستي، انت لسه صغيره مش فاهمه حاجه. تعالي تعالي. ايه اللي في ايدك ده؟ دي ملازم عشان عندي امتحان بكره في المعهد. يا ابني انت مش نافع في المعهد ده اساسا. لا ما انا حاسس ان السنه دي سنتي. سنتك؟ انت عارف المادة دي بتتكلم عن ايه اصلا؟ لا ما اعرفش، ما يشرفنيش ان اعرف اصلا. مسألة كرامة بقى. لا خلاص ارمي تعال نشوف لنا فيلم في التلفزيون. ايه يا جماعة انتوا لسه ما جهزتوش؟ دخلوا بيقولوا ان الحفلة الساعة 7. ما تقلقيش حبيبتي هنجهز حالا. دي حفلة ايه دي؟ ما اعرفش خالو ما وضحش بالظبط. ما يمكن الموضوع ده كله يبقى كمين. كمين لمين؟ للواء سراج الدين. مين اللي هو سراج الدين؟ لا مفيش، ده انت عشان انت قلت مين انا قلت اللي هو سراج الدين. انت عارفه لو كنت قلت ايه كنت قلت لي كارسم بورتريه. ايموني خش اتشطف يا حبيبي يلا بدل القلش ده. ماشي. ايه ده؟ ايه؟ ايه ده؟ في حاجه؟ يا نهار اسود انت ازاي كده؟ ازاي ايه؟ انت ازاي كده؟ انت مين؟ انا مايكل جاكسون. فعلا؟ فعلا. مش واخده بالي. ليه؟ ترتر كتير وكده. لا ما عشان ده فرح، عارفه لو حاجه لو حفله ما بحطش ترتر كتير، بس انت بجد ما شاء الله يعني انت من السويد صح؟ من السويد ايه يا ابني انا مصريه. ايوه ما انت سعوديه بس تتكلمي عربي عشان تتواضعي مع خلق الله. سعوديه ايه؟ انا امي سوريه وابويا مصري. وانت سعوديه؟ انا مصريه والله بتكلم عربي اهو. مخلطه. انا مخلطه زي الكلاب البلدي كده، تلاقي كلب بلدي مصري على بالظبط. طب انا بحبك. ماشي اوكي. طب تحب نتصور او حاجه؟ لا انا مش بقول لك كده عشان تقولي لي نتصور، انا بحبك بجد. لا يعني الناس عاده لما بتوقفني بتبقى عايزه تتصور. الناس؟ لكن انا مايكل. على فكره مايكل جاكسون مات لو انت مش واخد بالك. مات؟ بقاء لله. بس انا بحبك. انا بقول لك كده عشان نفتح مجال بقى للكلام. ميرسي والله بجد مش عارفه اقول لك. افتحي بقى مجال معايا للكلام قولي لي وانا كمان. لا معلش انا مش هينفع اقول لك ان انا بحبك. ليه؟ عشان انا ما اعرفكش. ما احنا هنتعرف واحنا هنروح. لا مش هنتعرف خالص، انا متجوزه ومخلفه وانا ما اعرفكش اصلا. انت هتطلقي؟ لا مش ليه طيب؟ وانا هربي الواد. صور دلوقتي عشان انا بحبك اصلا. وبعد ما نتصور نقعد بقى مع بعض نشوف هنعمل ايه في موضوع الحب. طب نتصور الاول وبعدين نبقى نشوف موضوع الحب ده بعدين. بس توعدين ان احنا نتكلم في موضوع الحب ده. ربنا يسهل يا عم. طب تعالى نتصور. رحمه امي ورحمه امي. انا بقول لك اهو لو مشيتي من الحفله بعد ما وعدتيني ما هطلعك من الفيلا سليمه. تمام. طيب هنشوف الموضوع. طب في حد هيصورنا ولا احنا اللي هنصور؟ معكيش موبايل؟ لا مش معايا. طب تعالي بقى عشان موبايلك. هناك. اتفضلي. هناك فين؟ هناك. اتفضلي. خفيش جي وراس. خلاص مش كفاية؟ لا لسه فاضل واحد. يا عم اتصورنا 500 صورة انا رجلي وجعتني. طب ممكن نتصور اخر صورة عشان اعلقها في الشارع؟ انا بجد تعبت. اخر صورة ماشي. بس اضحكي. هضحك في الصورة. طب اضحكي جربي. مش هعرف اضحك دلوقتي في الصورة. ما انا هشوف. هي ضحكة واحدة. هضحك في الصورة؟ هضحك في الصورة. يلا واحد اتنين تلاتة.
انت اتجننت؟ في ايه؟ ايه اللي انت بتعمله ده؟ ايه اللي انا بعمله ايه؟ انا غلطانة على فكرة اللي انا اتصورت معاك. انت غلطانة على ايه؟ يا عم الاحترام ما بينفعش مع اللي زيك. ده البت أنا في السويد الواحد يعني بيمشي مع 24 ساعة ما بتعملش اللي انت بتعمليه ده واحلى مني وشعرها احلى مني. ايه ده؟ انت بقالك فترة صاحبتك مش عجباني. ليه؟ واقف متسمر مكانك كده بقى السحبة مش هتجيب رد للصالة. عشان شايل الهم والله. ليه؟ البت مش عايزة تحبني خالص. ما انت قافش فيها زي العنكبوت. ما انا عاملها ايه؟ سيبها تطير. لو بتحبك هتجيلك تاني. ارقص. ارقص ليه؟ غصب عنك ترقص. اسحب لي السحبة. دينجيرس دينجيرس يا دايما بتعملي ايه؟ انت كويس جدا بابا. لازم حضرتك توافق ان علوه يروح المدرسه الجديده دي، لانه لو فضل في المدرسه القديمه مستقبله هيضيع. ومالها مدرسته القديمه؟ دي مدرسته القديمه دي فيها حماده النني وعطيه الجنزير واسماعيل شلالح. ده العيال دياما عورت بعض. ايه يا بابا اللي هو بيقوله ده؟ وغلاوتك عندي لو اعرف انا اساسا هو عاوز ايه لكنت قلت لك. اهو انا بقى يا بابا مش عايزه علوه يطلع كوبي من شلالح ده. ايوه بس ايه بقى موضوع الانترفيو ده؟ الانترفيو ده عباره عن مقابله، هيعملوا معانا مقابله، هيمتحنونا شفهي كده. وهو احنا اللي هندرس؟ ما هو يا بابا دي مدرسه كبيره والاولاد على ليفل معين من التفكير، فلازم يبقوا ضامنين ان لو في طالب جديد متقدم بنفس ليفل الاولاد اللي عندهم. احنا ما بنروحش لحد، اللي عايز يعرف ليفلنا يجي لنا الليفل بتاعنا، عشان احنا نخاف نطلع ليفل اعلى من ليفلنا نقع في الليفل فيه. ايموني حبيبي، انت بتحبني ولا لا؟ بتحب علوة اخوك الصغنن الجميل ده ولا لا؟ بتحب بابا ولا لا؟ اكيد بتحبنا. دلوقتي بابا شقي وتعب سنين كتير قوي 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 عشان يربيني انا وانت، فجه الوقت اللي احنا نقوله شكرا يا بابا ونشيل عنه شويه، وانا وانت نتحمل مسؤوليه علوه ونضمن له مستقبل جميل باذن الله. انا ما بكرهش حد غيركم. نو كومنت. اي ام ايمن، اي لاف ماي براذر. This is Alwa, my small brother. I am big, he is small. I want him be great. سيبك بقى من التخلف اللي انت بتقوليه ده كله وركزي معايا عشان عايزك في حوار مهم. عايز ايه يا ايمن؟ دلوقتي انا بحب بنت في مانشستر سيتي. البنت دي انا بحبها قوي، اجنبيه تمام؟ فعايز اول ما اشوفها اقول لها كلمتين، فعلميني كلمتين بما ان احنا قاعدين في حصه انجلش. طيب بص يا ايمن، انا وانت دلوقتي هنعمل مع بعض ديل. ماشي. لو انا ساعدتك في البنوتة الاجنبيه اللي انت عايز تعرف عليها دي، هتساعدني في موضوع اخوك وتشرفني بكره عنده في المدرسه؟ هشرفك. وعد؟ وعد. اوكي. عايز تقول لها ايه؟ عايز اقول لها انا عايز امشي معاكي في الحرام. ايه اللي انت بتقوله ده؟ عيب. انا اختك الكبيره، ازاي ساعدك تقول حاجه زي دي؟ الله، ما اجنبيه. يعني ايه اجنبيه؟ يعني هي اصلا ماشيه في الحرام طول عمرها. هو اجنبيه مش بنت ناس؟ بنت ناس ايه ده؟ ابوها وامها اصلا ماشيين مع بعض في الحرام. خلاص 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 يا رب، استغفر الله العظيم يا رب، استغفر الله العظيم يا رب. انا هساعده بس والله العظيم يا رب، انا عندي هدف نبيل ورا المساعده دي عشان اخوه صغير بس مستقبله ما يضيعش. سامحني يا رب. خلاص يا ايمن، يلا هتقول لها اي وانت I want you. انجزي. I want you in naughty. تمام، دي بالعربي. بالانجليش ايه بقى؟ ما تستعبطش، هي كده خلاص. هي دي كده نطقها كده يعني؟ ايوه نطقها كده. ماشي. I want you naughty. ايوه خلاص امسحها. تمام؟ امسحها امسحها خلاص، ما تقولش ما تقولش الكلمة دي خلاص، ما تقولهاش بقى، عيب. أخوك الصغير عيب. بس هي كده تيجي معايا البيت على طول ولا تحتاج كلام تاني؟ هتيجي كل حاجة هتتعب. خلاص خلاص بقى خلاص، من فضلك ركز معايا. ولا هحتاج أقول حاجات تانية؟ بس بقى خلاص، مش هتحتاج تقول أي حاجة. هتخلص دي يعني؟ أبوس إيدك يا أيمن، ركز معايا بقى. ماشي. عشان أساعدتك؟ ماشي. يلا. I am Ayman. This is my small brother. علوة. I am big brother of علوة. I want علوة be great. I love him. اللهم لا استعزك نازل وانا ماشي حبيبي يا دكتور.
ازيك يا حاجة؟ عاملة ايه؟ روق الجرجير كويس عشان معفن محدش بياكل. يما في ايه؟ اطلع عيد بالموبايل يا والله العظيم لسه بايع. طب اطلع عيد بالمحفظة. ما انا ما بشيلش محفظة. شلش محافظ ليه ياض؟ عشان ما جابوليش. ما جابولكش ايه ياض؟ ما جابوليش في البيت والله. ما جابولكش محفظة في البيت. اه. ايه بتفتش ليه؟ وكمان هتقولي معكش فلوس ها؟ لا ما انا مش معايا فلوس لان احنا فقراء وبعدين انا هخبي عليك ليه؟ ياض انت لسه قايل ياض بايع الموبايل ياض من يومين ياض. ايوه بايع ببلاش. انت مبذر ياض ولا ايه؟ مش مبذر لان والله شكلك مبذر ياض. انا اسف. والله العظيم شكلك مبذر. انت مش مصدقني ولا ايه؟ انت بتفتشني انت مش مصدقني؟ لا ده انت صدقني لان انت حرامي شريف وواقف في عز الظهر فاكيد محتاج فلوس فانا كنت هديك عادي. والله كلامك عجبني. الله يخليك. اسم الكريم ايه؟ همام. عاشت الاسامي يا عم همام. الله يكرمك. ماشي يا عم همام. شوف وراك ايه يا حبيب قلبي واتكل على الله. يلا حبيبي. طب بقول لك ايه ما تشغلني معاك حضرتك. شغلك معايا فين ياض؟ يعني اشيل لك الماط واظبط لك البش. ياض وانا واقف في سنترال ياض ما تخلاش بقى ياض نايم معاك السليمه ياض بقى على المس. انت جبت المطوه دي منين؟ المطوه دي ياض من السنبلاوين. علي وحسين. علي وحسين. اه. حلو ياض الكلام ده ياض. بقول لك ايه ياض؟ اتكل على الله بقى عشان المطوه دي ما تزغرطش على وشك وتعمل معاك السليمه. لا انا اسف حضرتك اتفضل. يلا حبيبي شوف وراك ايه. ماشي قشطه ماشي. عيل بقه وربنا كنت هموته والرمله دي تشهد يا منطقه ما فكيتش راجل ولا ما عاد انت يا كبير ما عاد انت انا بحسب لا ما تحسبش معلم ايمن ايه ده ايه الحلاوه دي مبروك يا واد حط صوتك ليه يا عم حط صوتي ليه مبروك على ايه مبروك على العربيه الجديده ده انا سارقها دي سارقها اه سارقها من مين اسمعني بقى كويس يا مرتضى احنا لازم نبقى قد العملية الكبيرة اللي احنا داخلينها دي دلوقتي عملية ايه؟ هي رمسج دي بحبك يا حيوان يا مفترس لا مش دي اقرا اللي تحتها وحشتني يا حيوان يا منقرض يا عم انت ليه جايب صفحة الحيوانات؟ ما هي دي الرسائل يا عم انت خدش على الصفحة اللي جنبها لقينا تماثيل ذهب وعايزين حد امين يصرفهم ايه ده ايه ده؟ مين اللي بعت لك الرسالة دي؟ معرفش بس هنتصل بالرقم اللي متصل بينا ده ونعرف الراجل مكانه فين ونروح ناخد منه التماثيل دي ونبيعها ونقب على وش الدنيا انت عايز تتاجر في اثار بلدك مش بلدي اتاجر فيها انا احسن ما حد من بره يجي ياخدها مننا ويتاجر فيها هي وجهه نظر صح اه طيب ربنا يكرمك امسك ربنا هيكرمنا بقى ان شاء الله لان انت هتيجي معايا ده يا حبيبي انت خاين واتاجر في اثار بلدك انا ما اتاجرش في اثار بلدي ما بيعش انا الاهرامات وابو الهول وبرج القاهره خليك انت بقى كده قاعد في السينما تجيب فشار للناس وتقعد تقول للناس كل سنه وانت طيب واهلا بالعيد عشان تاخد جنيه ولا اتنين تروح بيهم ولا بيجيبوا حاجه انما انا بقى لما العب بالدولارات ساعتها بقى هتعرف الحسره جايه فين طب انا اروح استاذن من الشغل وانت كلم الناس عارف هما فين ونقابلهم ماشي بس بسرعه حاضر انجز عشان العربيه بقول لك مسروقه ماشي ماشي عشان يتقبض علينا من قبل ما نمشي متخافش يا عم ناسفين يا حاج انتم مين؟ انا ايمن ايمن حفني ايمن حفني يا عرب في ايه؟ انا ايمن يونس وانت؟ انا مرتضى ايه؟ ايوه هو يا مرحب يا مرحب بالرجالة يا مرحب وجايين ليه؟ احنا كنا جايين نمضي السلعاوي السلعاوي مضى خلاص لا حول الله يلا بينا يا سيدي لا حول الله ايه وما سلعاوي ايه؟ انا اتبعت لي رسالة بتقول ايه 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 انت هتقول له كده افد مش هو مش تتأكد؟ انت؟ ايوه قول له قول له ايه مش يمكن كذاب ما قلتش والله ما حلفتش مش يمكن الراجل ده لا هو انت الراجل ده قاعد تمويه انا فاهم فجستني؟ ايوه فجستك تمام كمل يا انا بعت لي رسالة عرب بتقول ان في تماثيل ذهب موجودة عندك وانت عايز تصرفها صح الكلام ده؟ يا فرج الله تم جايين عشان الرسالة؟ انا بعت المسج دي للتسعين مليون ان حد يعبرني ويجي مفيش علي الطلاق معايا اثار بجد ومحدش مصدقني طب اقول لك على حاجه علي الطلاق بعت الرساله دي للشرطه ان حد يجي يقبض عليا مفيش اعمل ايه اطخ ابويا انت
اهدى احنا جينا اهو احنا جينا اهو صلى على النبي عليه الصلاه والسلام. انتم جميلكم ده فوق راسي. طيب. فوق راسي. احنا عايزين تكلمنا على التماثيل. انا عندي غير التماثيل الفرعوني تماثيل اسكندريه وتماثيل استاديو مصر، وعندي التمثال ابو عجوه بتاع قريش لو ليكوا خيال في الكفره يعني. لا مش عايزين ابو عجوه. حاضر عينيا ليك. معايا بقى التمثال العروسه الحلاوه بتاع مولد النبي، معاها كمان العلبه الثلاثة كيلو حلاوه اللي هي الاجراس ولا مؤاخذه في الكلمه الملبن وبتاع عشان ايه التشكيله على بعضيها. احنا جايين العبد ولا في ايه يا عم؟ في يا جماعه في ايه؟ طب ما دول مبيعات يا شيخ ولا انت ايه؟ فين بقى التماثيل دي؟ التماثيل دي انا مخبيها في امن مكان في مصر. خلاص احنا مستنيين، هات الاثار وتعال. انا هخلي الناس دلوقتي تيجي تسليكم وانا راح اجيب الحاجه واجي. ماشي. تمام؟ ماشي. الف شكر. طب وابوك هيفضل معانا؟ يلا يابا عشان تاخد الدواء يابا. يلا يابا. تعالوا يا حبايبي تعالوا. تعالوا. يا حبايبي انتم مين؟ احنا اصحاب الخيمة. صحاب الخيمة؟ ايوه. يا حبيبي انا الطحاوي صاحب الخيمة وصاحب المنتجع السياحي ده كله. انتم مين وعايزين ايه؟ ما تقتلونيش. خدوا كل حاجة ما تقتلونيش. انت مجنون يا عرب. نقتلك ايه؟ احنا بتوع الاثار اللي جينا نقول لك عليها من شويه. بتوع التماثيل. أيوة. يا حبايبي انتوا ده انتوا جميلكم ده فوق راسي والله. جبت ايه بقى؟ دي بيسكو مصر ولا بتاعت اسكندريه؟ التماثيل دول يرجع تاريخهم للاسره التامنه. العيال دي اتربوا احسن تربيه. ابوهم الراجل العصامي ده كان من اكبر تاجر عجلات حربيه في الشرق الاوسط والفراعنه كلها. طب ممكن نشوفهم بقى لو ما في ممنوع اللمس. نشوفهم ده شغل وبزنس. شفت ابويا اللي روحي فيه وبسطه وحضنته ده؟ عليا الطلاق لو لمسهم لشج بالطول. طب نتكلم بقى في المهم. اتفضل. احنا هنبيع الاثار دي. احنا طبعا هناخد الفلوس انا ومرتضى زي ما انت ما قلت في الرساله. صح صح. وناخد ايه؟ انت تاخد الثواب. ده انتوا جايين بقى تعملوا عمره. مفيش الكلام ده. الحاجة هتتوزع بما يرضي الله زي ما كل تجار الآثار بيوزعوها. هتتوزع ازاي يعني؟ 2% 2% عشان الواد ده انا بيه وبحبه، 1% عشان انت لمد وبكرهك من اول الموضوع، والباقي هنصرفه على علاج ابويا الله يمسيه بالخير. طيب احنا عايزين بقى نمشي من هنا. مفيش مشيان دلوقتي. مفيش. ده الدنيا ملبشة بره عليا الطلاق لو خرجنا لقناص يصطادنا من دماغنا. هيفرتك لك نفوخه. طيب هنعمل ايه دلوقتي بقى؟ دلوقتي بما ان ابويا جافل على الحاجه فانا هسليكم. تعمل ايه؟ ترقص؟ احكي لكم قصتي. عارفين ابويا ده؟ ابويا اللي انتوا شايفينه. انت بتحكي خلاص؟ اه لا مؤاخذه في الكلمه يعني. ابويا ده خش بقى. خش بقى كده. كان اكبر تاجر بانجو في المنطقه كلها. السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام. يا ما شاء الله يا ما شاء الله. ده ايه الخير ده كله؟ حتشبسوت وحورس وكليوباترا وسوبر. ده تاجر شنطه ولا تاجر اثار؟ ال البضاعه دي بتاعت مين؟ في يا عم مالك في ايه؟ بتاعتنا. انت متاكد؟ اه متاكد. طب خلاص القضيه خلصت كده. يلا بينا على القسم بقى نكتب المحضر في الرواقه كده في التكييف. لا يا باشا البضاعه دي مش بتاعه الناس دول. الناس دول اتفه من انهم يبقوا تجار بوم. الحاجه دي يا باشا بتاع تاني. عارف ليه؟ ليه؟ عشان انا ما تربيتش. ابويا معرفش يربيني. مش يخرب بيت ابوك. ما قعدنا في الخيمه من الصبح لحد بالليل ليه؟ ده احنا لو حاجزين دي يوز مش هنفضل قاعدين كل ده. يا ده عايز اطلعك من القضيه زي الشعره من الفطيره. وتخرجوا لي يا عم. انت خايف من ايه؟ ده ظابط يمني ملوش اي حكم علينا. ظابط يمني؟ ايوه يا عم. بالمره نفرج الباشا باقي على الاثار. اه بس هات لنا حاجه غير المعطوبه دي الله يخليك يا باشا. حاجه كده من على وش القفص كده كرمني يعني عشان ابقى زبونك. انا ممكن اخد منك الحاجه المعطوبه وامشي مفيش مشكله بس مش هاجي لك تاني. رب زبون. علي الطلاق ده ما خرج من الثمانينات من حرب الخليج. التمثال ده معاه هديه بلا فخر منبه. لا ما انا بظبط المباجي. ماشي يا باشا. في اوبشن تاني لاطفال سعادتك الجرد ابو درمز. اه حلو ده. ده جديد. هات لي بقى واحد اصفر في بني. ماشي يا باشا عينيا ليك. ومعانا حاجات جديده. قبل ما يوريك بقى احنا كده خلاص ملناش مكان بينكم. انتوا شكلكم خدتوا على بعض. كملوا انتوا المسيره. لا لا توكلوا انتوا على الله المنطقه. ماشي كفايه انتوا عرفتونا ببعض. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عشان نصور معاه طيب؟ لا لا كفايه قوي لحد.
طلع كده بقى وورينا. في حاجات يا باشا مفتخرة، هي ده يعتبر بمثابة ابن خالة أم لازم. طب أنا رأيي اللي احنا نروح نحل المشاكل دي في الاسم، فسيب كل حاجة زي ما هي وهم حييجوا ياخدوها دلوقتي. أما أنا وإنت المفروض ندردش شوية كده عشان نعرف نقفل المحضر ولا إيه؟ عناية ليك يا باشا. أنا متفائل خير والله. مش والله وأنا متفائل خير يا باشا. أمال فين أبو فياض؟ عناية أبو فياض مع أبويا. هيخش معاك السجن وهتنبسطوا. خسران الله يمشوك. بس يلا فيك يا واد اللي يلعب معاك تاني. هات لي ترمس. اقعد يا طب هو. انت قاعد اللي يلعب معاك تاني يا واد يبقى ما انت قاعد لا تموت يا عشان بتخسر. عم رمضان يا كذاب يا خمام لسه خسران. الله غسان تعرفش تلعب. انت كنت فين يا ابني انت وهو؟ ايه ده انت بتخضنا ليه كده يا عم؟ في ايه؟ كنتوا فين؟ كنا في السايبر. طيب انتوا فاضيين؟ ايوه يا عم، ما بقول لك كنا في السايبر يعني سيا. ايوه يعني ما عندكوش ارتباطات مش هتصيعوا في حته تانيه حاجه؟ الله. طب ماشي، انا عايزكم في حوار. لا احنا ما بنعرفش نجري حوارات يا ابني. وانا بقول لك تعالى على السي بي سي، انا عايزكم في حوار كده. عايز ايه؟ بس مش عايز لهفه تشوفنا. بس دلوقتي انا لهفه شفتها متضايقه بسبب حوار الفيلم اللي كانت متعشمه فيه ده، وعاوز ابسطها. انا معايا 200 جنيه، فابسطها ازاي يعني؟ بتحب الكاجو؟ اجيب لها كاجو؟ احنا مالنا احنا اصلا؟ طب ابسطها ازاي؟ احنا انتوا ايه؟ ابسطنا احنا تبسطها هي. ازاي؟ هي بتحب تشوفنا مبسوطين انا وعلوه، فادينا انت ال 200 جنيه اخرج انا وعلوه نتبسط، فهي لما تشوفنا مبسوطين هتتبسط. مش صح كده يا حاجه؟ صح. اهو تمام ماشي. بس امانه عليكم، امانه عليك يا ايمن، امانه عليك يا عمر. ايوه اتبسطوا قوي. قوي قوي. ايوه عايزنا نتبسط قوي. هات 200 جنيه تاني فوق الاولانيه. ماشي. طب اجيبها لكم من فوق. ماشي ماشي. خليكم هنا مستنينا كده. ماشي ماشي. سيبتك مش مهم، احنا نسرق فلوس. اه صح. طب ما اختك فنانه هي وبتمشي على الارض عادي. فنانه ايه بس؟ احنا شفنا منك حاجه ولا شفناكي في حاجه؟ طب انا عايز اسلم عليه والنبي، عايز اتصور معاه، انا بحبه قوي. عايز تسلمي عليه؟ ايوه هتسلمي عليه. في ايه يعني؟ خش عادي. نخش عادي. يوم في حياه فنان، الفنان الجميل حسن الرداد ضيفنا. ممكن تقولي بتقضي يومك ازاي يا حسن؟ والله انا يومي بحب ان انا دايما يبقى مفيد يعني، فبحاول اقسم وقتي على قد ما اقدر. اول جزء بالشغل على التمثيل وعلى المجال بتاعي، وجزء بحاول ان انا اديه لعيلتي. تالت حاجه بحب بقى الناس، الجمهور. الواحد اصلا ما يسواش اي حاجه من غيرهم. الواحد يعني دايما يبقى متواضع. صباح الخير عليكي احلى فنان. صباح النور. اهلا وسهلا. احنا في البرنامج ولا نعمل كات يا استاذه ولا نعمل ايه؟ لا لا خليك دايت زي ما انت. ده يوم في حياه فنان، لازم نصور كل حاجه. ازيك يا حسن؟ ده انت مقلب؟ لا خالص مقلب. لا لا خالص. ايه انا لهفه الحلواني، انا زميله على فكره يعني، انا اشتغلت مع استاذ حسن قبل كده. انت ممثله يعني؟ انا ممثله وهي جديد. اهلا وسهلا، ربنا يخليك. وانا ايمن مدير اعمال استاذ حسن ابو علي. فعلا ايمن فعلا مدير اعمالي. انت معانا في؟ انا معاك على فكره في حق ميت، بس لسه ما خدتش اوردر. تحت امرك يا لهفه. لا انا فنانه بغني وبمثل وبرقص وبعمل استعراض، وبمناسبه الكاميرات النهارده انا كنت عايزه اعلن ان انا كمان بكتب. لا بجد؟ وانا كاتبه لك فيلم على فكره. والله والله يعني يمكن متواضع جدا لعلم حضرتك. انا متشكر متشكر. متواضع جدا، وهو بيحب الناس قوي. ربنا يخليك. بيحب لهفه ومعاها ان شاء الله في الفيلم اللي جاي. امال ايه؟ يا رب ان شاء الله. فيلم قريب ايموني طبعا. هتعمل فيلم قريب مع لهفه؟ يعني لسه هو كلام. وعلى فكره انا ورثه الفن عن بابا بجد. بس هو هيغير بقى بزنس التمثيل وهيتجه للانتاج، ودي شركه انتاج جديده هو عاملها. لو عندك اي اعلان اي حاجه. حلو الحلواني انتاج الفن. مش عايز تسمع الفيلم ولا ايه؟ لا يا حسن عايز احكي لك الفيلم. طب خليني احكي لك قصه الفيلم ده اللي كاتباه يعني. طب على الهوا عشان الناس تبقى عارفه الفيلم قبل ما تخش. الفيلم بقى بيبتدي على مشهد اكشن خطير، بينط من اسانسير وبيشيل البنت، حاجه رهيبه. وبعدين هو هيبقى باباه دكتور، بيسرقوا الثلاثه اللي العيانين اللي في العياده. ثانيه واحده. وبعدين بيختفي. انت كاتبه السيناريو؟ ثانيه واحده. ده فيلم زنقه الستات اللي انا عملته. مش نجح. ايوه اعمله تاني. الله في ايه؟ مش نجح. افرح. ايوه نجح يا جماعه. اديني فرصتي انا. هو مش ده. معلش يا لهفه احنا اسفين. زنقه ستات لحد هنا وخلاص. انا بقول لك الثلاثه هيختفوا، الثلاث بنات هيختفوا. ده انت يعني. وبعدين انا باجي انقذك. انقذيني؟ هو في خطر على حياتي؟ ما هو دلوقتي بقى هنعمل بعد كده انا وانت اكشن مع بعض، وهنمشي هنمشي هنمشي سلو موشن كتير. هنعمل بقى اغنيه. يعني احنا نمشي سلو موشن؟ ايوه. شفت بقى السيناريو؟ ما شاء الله دي عندها كمان رؤيه. لا خلي بالك انا
عامله له الفيلم يعني هيبقى فيه اكشن، هيبقى فيه استعراض، هيبقى فيه كوميديا، هيبقى فيه تراجيدي، هيبقى فيه حاجات كتير جدا. ما شاء الله ده فيه كل حاجه موجوده شاملة. في الفيلم طبعا. يعني شوفي طبعا. شوفي الناس مليانه، في مواهب كتيره موجوده في المجتمع ما طلعتش لسه. ربنا يخليك ما شاء الله. يعني بتفكرنا بالنجوم بتوع زمان اللي شاملين نعيم عاكف والحاجات دي. انا عايزه اقول لك حاجه، يعني انا اصلا مش مصدقه ان انا واقفه قدام حسن اصلا. والله انت ما تعملي كابتو دقيقتين بس وبعد كده نستنى. لا لازم نكمل، احنا بنسجل لازم نكمل. احنا دلوقتي هنتكلم. قول لي بقى، احكي لي من وانت صغير اللي كان اكيد كان ليك اصحاب، هل صحابك دول فضلوا معاك لما كبرت ولا بقى عندك صحاب تانيين؟ لا عنده صحاب تانيين طبعا. انت تعرف صحاب منين؟ امال ايه، كان يعني بيأجر كوره ويروح يلعب لوحده. حضرتك ليك بقى منط في النيل. يا ايمن كنت ناسي الحكايه دي خالص. فعلا انا مره كنا ماشيين واحنا صغيرين، وبعدين مره واحده قلت له تراهني ايمن انا ممكن انط في النيل؟ انا كنت بهزر بصراحه. قال لي ما تقدرش. فانا بصراحه ايه، عارفه الواحد وهو صغير عنده كده يعني حاجات، فسخنت وبتاع ونطيت فعلا في النيل، وتاخرت يوميها بقى وجالي برد وقعدت اسبوع. شفت بقى لو كنا شافوك دلوقتي ما كنتش افتكرت الحاجات الحلوه دي. طبعا. لا هو الواحد اللي بيقابل صحابه بس طبعا عشان مشاغل الحياه احنا بنختفي وبنروح ونيجي. بس اكيد اكيد يعني طيب حسن اكيد طبعا. حسن اكيد كل بني ادم في الدنيا بيبقى عنده مواصفات لفتى الاحلام او فتاه الاحلام. حسن الرداد فتاه احلامه مين؟ انا بحب البنت الحقيقيه طبعا مش جرافيك. يا ابني ثانيه واحده، ثانيه واحده حبيبتي، ثانيه واحده. ثانيه سونسون دلوقتي الحقيقيه دي اللي هي ايه؟ يعني زي كده لما انا دخلت على طول بكل جرأة وكأن حاجة بتشدني بتهزمني تدخلني على طول هنا بكل تلقائية، هي دي الحقيقية. يا سلام، ده شرف ليا والله. وانا هفكرك في يوم من الايام هتشوفيها هتبقى حاجة كبيرة يا رب. ان شاء الله شكرا قوي. ربنا يخليك. انا والله انبسطت اني شفتكم. طب هو ليه البرنامج بهتان كده حضرتك؟ يعني في ايه؟ عايزين اغنية استاذ ابو علي بصوته ده. ايه ده صوته جميل؟ يعني حاجة عشان ينزل نقطع على اليوتيوب وننجح. يلا يا حسن سمعنا حاجة. انا ممثل يعني انا غنيت بس كده في الفيلم. لا لا كان صوتك جميل ورقصك قمر وتجنن. والله العظيم كنت تجنن. طيب عايزين ايه؟ يلا يلا يا وحشني ديني رنة. ايوه هتلاقي الدنيا جنة. ايوه هتلاقي لعمة فتح. ايوه واللك راس قام وغنى. ايوه هوبا. يلا هوبا. والله انا مبسوط. انتوا عملتوا حلقه حلوه قوي قوي. انا مبسوط جدا بيهم والله. مبسوط بالحلقه بتاعتكم. دلوقتي اكيد هتساعدها صح؟ بليز بليز. حاضر اساعدك من عنايا الاثنين. انت شوفي انت عايزه ايه وانا ان شاء الله انت معايا في المسلسل. انا ما عنديش شك في جدعنتك ابدا بجد. ودلوقتي هوريكي استاذ حسن هيساعدنا ازاي. يلا بقى فرق بقى فرق بقى. في ايه؟ فيلمك الجديد انت حسن. ان شاء الله. انت مالك انت فيلم جديد يا ابني؟ ما تردش على الناس كده. ماشي ماشي. يوم كروت. اهلا وسهلا. ايه معلش ده. اهلا وسهلا. ازيك؟ لهفه بطل فيلم حسن الجديد. عبد الحميد الدقاق بطل العالم. يلا يلا ادي 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 ايه احلف له ايه؟ معيش كروت. اتفضل سوري. لا فرق بقى فرق بقى واعمل بلومتك بقى يا اخي بقى. حاضر 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 يا استاذ عبد الحميد. خلصنا تصوير الحمد لله. كاميرات مقفوله. ثواني يا ريس. ثواني يا ريس. ناكل بقى ناكل. ده انا هاكلكوا حته دي. خد انا علي يا نسر. حضرات السادة الأفاضل، دلوقتي مع أخطر فقرة في السيرك كله، فقرة الحيوانات المفترسة. أنا شخصياً بخاف أعملها اللعبة دي، بس هعملها من أجل إسعاد البشر كلها، من أجل إسعاد الأطفال الصغيرة والأطفال الرضع، عشان يكبروا يعرفوا إن في رجالة في البلد ديت. إحنا بنموت عشان انتوا تتبسطوا. احنا ايه؟ بنموت عشان انتوا تتبسطوا. اسمع تحيه كبيره قوي للحيوانات المفترسه اللي هتخش دلوقتي يا اخوانا. تحيه. يلا جمعه خش يا جمعه بالحيوانات. اللي خايف يروح يا اخوانا. ماشي ده مبدئيا. ايه دول يا بقى؟ لي 3 سنين بدرب فيهم اخطر معيز مفترسه في العالم العربي كله والافريقي. بيتغذوا على التعابين اللي هي المجارس، مش التعابين العاديه، التعبان المجارس بيتغذوا عليه. يلا يا ليلى. يلا يلا على دي. يلا اهو زي ما اتمرنا يا ليلى. يا ليلى زي ما اتمرنا. هو يبدا بانه يهود الناس انما الاسلوب جايه. يلا دي بقى انتوا مره بتعملي ايه؟ يلا واحد تاني. يلا
انزلي انزلي يا بنت الكح. يا بنت رد عليا، احنا مش اتدربنا؟ مش بنقف على فوق وبننزل؟ ها في ايه؟ في حاجه يا حاج ولا ايه؟ حاجه في بقك؟ لا، مين انت عايز ايه؟ السلام عليكم يا حاج. انا حجيت الحمد لله يا رب. طيب انا ابويا بعتني عشان اخد ايجار الشقه. حق الناس هو كام؟ اللي تجيبه يا حاج. الحمد لله. انا ابويا انا اصل ابويا الحلواني وصاني، ابويا الحلواني وصاني ان اجي اخد منك الايجار. الحمد لله، خد وبهت الباقي. انت تعرف اسمك؟ صباح الفل يا حاج. علولي دور بليز حبيبي في الادراك دي كده. ما فيش ها؟ طب بص روح لملي كل البيكتشرز اللي في البيت. حاضر. اهو الحمد لله يا ربي الحمد لله. ده شريط ايه ده؟ شريط برشام؟ ده الفرح بتاع بابا وماما، يمكن يا رب يفكر بابا بأي حاجة. أنا مش عايزه يفتكر حاجة، أنا عايزه زي ما هو كده. هو أنت إيه؟ ما عندكش دم؟ دي كل الصور اللي في البيت. ميرسي يا حبيبي. بس ما في مشكلة، أنا مش لاقي ولا صورة ليا مع بابا، يعني مش هيفتكرني ولا إيه؟ هقول لكم إيه؟ إحنا لازم نتفق مع بعض إيه المواقف الجميلة اللي هنحكيها له عشان يفتكر. وده جيب له مواقف جميلة منين؟ ده أنا كل مواقفي معاه مهببة. يعني يا رب لا مواقف ولا حتى صور. يا رب يفضل ناسيني يا رب. يا رب ما يفتكرني، ده رزقه وجالي يا رب حبيبك النبي. يا رب ما تقومه من قومته ولا تنيمه من نومته ولا تصحيه من غيمومته. والله العظيم يا ايمن لما بابا بس يخف بالسلامه هخليه يطين عيشتك. روح يا عيله شغل الشريط ده على منده بابا. بص الحته دي انت متخلف يالا، بتحاول ليه متخلف؟ مش عاجبني يا عم، مش عايز اتفرج عليه. وطي صوت صوتك يالا عشان ما اضربكش يا. ولا انت كداب اصلا وما تعرفش تضرب. الطبيب. طب سيبه سيبه سيبه. طب علي بقى علي. اهو اهو انا لازم اشوف الحادثه يا بابا. هو بابا مش في البيت يا ولاد؟ يمكن في الغيط. هات يا ابني الكابل يا ولاد. بابا بجد مش في البيت، يمكن ماشي على الحيط او بياكل سبيت. ايه روزر؟ مكرهش في حياتي اللي قعدت القهوه انا. ده العظيم ما بحبش اقعد على القهوه ابدا، بحب اقعد على السطح. هوا وميه و... السلام عليكم. اتكل على الله يا ابو. والله العظيم احنا قاعدين فين؟ السلام عليكم. ايه ده؟ ايه ده؟ الفنانه يا جدعان الفنانه 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 الفنانه. يلا يا عم خلاص يا جدعان خلاص يا جدعان حبيب قلبي خلاص يا جدعان ربنا يخليك يا عم خلاص في ايه يا جدعان خلاص في ايه يا ابن اهل عينك يا خلاص في ايه عامل ايه يا فنان الحمد لله تمام اطلب طلب اؤمر بوسه بس والنبي معلش ماشي بس بالراحه في ايه يا عم هتبوسني في بقي بحبك يا فنان بتحبني تبوسني في بقي امال اعمل ايه ده كلام واخبار بابا الزعيم ايه بابا الزعيم ايوه بابا الزعيم كويس الحمد لله وزعيم عليكم في البيت برضو كده زعيم في البيت علينا برضو يا لهوي ده انت تلاقيك مهرمغ انت في العز فلوس وياقوت ومرجان احمد مرجان وجواري وكل حاجه جواري وياقوت ومرجان لو انت فاكرنا كفار ولا ايه مش بابا الزعيم ايه بابا الزعيم مش بابا ولهب يعني امال ايه يا فنان ده انت الفنان يا فنان الله يكرمك امال فين يا فنان فين ايه فين البوليس والشرطه الكتير اللي معاك انت شعرك عامل كده ليه شعري كارته كارته عشان ابويا مش الزعيم لا فكك بقى بالسكه الواطيه دي بقول لك ايه في حد بتاع شكمانات قريب انا اقرب واحد ليه اقرب واحد ليا في ايه في الدنيا في الدنيا انا لسه عارفك دلوقتي ايوه انا انت ايه انا بتاع شكمانات انت بتاع شكمانات انا شكمان اهو طب اثبت لي كده اهو وي 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 ده انت عبيط بقى طب فين الورشه الورشه قدام ده انا لسه فاتح ورشه دلوقتي ورشه ايه ورشه شكمانه بتشكمن يعني نروح نتشكمن انا وانت دلوقتي اركب تشكمن يلا بينا اركب مع الفنان يا الفنان اهو الفنان اهو الله يكرمك ربنا يخليك الله يكرمك الفنان ربنا يخليك سلام عليكم مع السلامه ربنا يخليك خلاص يا خلاص يا خلاص يا خلاص يا فنان خلاص يا امشي يا خلاص امشي يا خلاص الله ما علينا ده ولا ايه ما العربيه عاديه يا فنان امال في ايه
بقول لك ايه، لو حد سالك الورشه دي بتاعت مين هتقول له انا مش عايز غلط في الكلام. تمام يا ايمن، بس في الانجاز بقى عشان دي حاجه اكل عيش. ما هي في الانجاز، بس اتكل انت على الله وانا باغمزك بقرشين ما تقلقش. تمام يا ايمن، يلا امشي. لا حول ولا قوه الا بالله. ايه يا اسطى؟ ايه يا اسطى؟ بقالي ساعه. هو ساعه كتير؟ ساعه كتير، انا عندي ميعاد الله يكرمك. طب ما بعتش السواق ليه مدام قرفان كده؟ يا عم انا ما عنديش سواق. انت هتعمل لي غلبان يا باشا. ادي النيله السوق. احنا بنغير الشكمان يا باشا. في ايه؟ شكمان؟ الشكمان ورا اساسا، انت بتعمل ايه قدام؟ ما احنا بنجيبه من اوله بقى عشان نجيبه كله. الله، يعني هي اللوز بتتعمل من هنا؟ اللوز ما بتتعمل من هنا يا باشا. الله يا ولا، هي مفيش مخ ولا ايه؟ انا حمار معلش. طب الطياره بتاعتكم فين يا فنان؟ هيبقى عندي طياره واجي اصلح الشكمان عندك. ما انت عندك طياره، وانت هتخبي؟ سايبها للمشاوير الطويله. ماشي. العربيه دي كام فولفو يا باشا؟ انت حمار يالا ولا مالك؟ في ايه؟ ثانية واحدة، ثانية واحدة يا باشا. الو. ايوه يا لهفة، والله العظيم محمد امام هنا النجم والله. لهفة، اهو محمد امام اهو. ها، ميرسي ايموني، ميرسي قوي قوي ايموني حبيبي، ربنا يخليك ليا. ما تسيبهوش غير لما انت ماضيه معاه. ميرسي ايموني. محمد، ازيك يا محمد؟ ازيك؟ عامل ايه يا كابتن مصر؟ الحمد لله، ربنا يخليك. مين؟ اخبارك ايه؟ انا لهفة، اخت ايمن. اخت ايمن؟ ايوه. ده ايمن ده حبيبي، ربنا يخليك. ازيك يا لهفة؟ الحمد لله. حلو قوي اسمي. ميرسي، ربنا يخليك. حلو قوي قوي قوي. ميرسي ميرسي. عايزه اقول لك ان ايموني بيعزك جدا جدا جدا. ده ايموني ده عسل والله، والله العظيم ده ايموني ده اجدع واحد انا قابلته هنا. اول ما قال لي ان انت هنا جيت جري. ده حظي الحلو بجد، ربنا يخليك. ربنا والله ربنا يخليك انت. اوعى تفتكر ان انا معجبه وجايه اقتحم خصوصيتك كده. ايه اللي انت بتقوليه ده؟ لا انا زميله، انا فنانه بجد. والله انا زميله والله. ايه بتمثلي ولا بتعملي ايه؟ بمثل. ما انا افتكرتك، انا افتكرتك. لفحه. لهفه. لهفه ايوه. حلو قوي. بجد افتكرتك. انت عملتي دور حلو قوي في ما تساعديني كده. لا بس عملت ادوار كتير انا نفسي مش فاكراها. مش مهم والله بجد. مش مهم. المهم بابا الزعيم عامل ايه؟ برضو بابا الزعيم كويس الحمد لله. ربنا يخليه لنا يا رب ويديله الصحه. زعيم برضك في البيت عليكم وكده؟ ده انتوا اخوات رسمي بقى. ايموني قال لك نفس الكلام؟ ايموني ده طلع عيني من ساعه ما جيت وسابني. انت اخبار بابا ايه؟ الحمد لله. انت تعرف بابا؟ لا بس مسيري هعرفه ان شاء الله. بابا على فكره فنان. بجد؟ اسمه الحلواني. الحلواني. هو من نفس جيل بابا. لا. والله بابا الزعيم. ايوه بجد. عارفه يا لفحه؟ لهفه. لهفه اسمي. لهفه. حلو قوي. حلو قوي. لهفه جديد. انت عملتي ادوار ايه قبل كده؟ عملتي دو ادوار شعبي؟ والله انا لو عملت شعبي هبقى بغير جلدي خالص، يعني هبقى بعمل حاجه الناس مش متوقعاها مني، بس مفيش مشكله اعمل شعبي طبعا. هو تغيير الجلد مطلوب؟ يعني بتلبسي جلابيه وكده؟ طبعا البس جلابيه، مفيش مشكله عادي خالص. تلبسي بدله رقص؟ والله دي محتاجه شويه تفكير، بس ممكن البس، يعني اصل دور الراقصه برضك ده يعني تالنت بيبقى فيه. بتعرفي ترقصي اصلا؟ انا فنانه شامله، انا بمثل وبغني وبرقص، بعمل كل حاجه. انا نيلي وشريهان الجايين. تعرفي تطبخي؟ والله الطبيخ انا يعني خالته هي اللي معلميني طبيخ، وخالته فاشله يعني بجد. بجد والله. هو الفيلم فيه طبيخ؟ لا في الشقة. الفيلم يعني ايه في الشقة؟ لا يعني الفيلم اسمه الشقة. الفيلم اسمه الشقة. اسمه الشقة. ومش عارف كده، شايف شايفك في دور معايا. ربنا يخليك. اهم حاجة يا محمد، دي احلى حاجة بقى انت قلتها. ليه؟ قول لي ليه؟ ليه يا لفحة؟ لأن أنا بجد أكتر واحدة أحس بيك في البوينت دي. قول يا لفحة. بجد. لأن أنا برضو قعدت وقت طويل جدا عشان أطلع من العباءة بتاعت بابا. أنت نفس الشيء برضك، قعدت وقت طويل عشان تثبت للناس نفسك وتطلع من العباءة بتاعت بابا. صح. فاهم؟ فما تيجي تعمل فيلم، ما تعملش فيلم كله شباب، لازم يبقى معاك بنت تسندك. العنصر النسائي مهم جدا. عارفة يا لفحة؟ أيوه. أنت بتعمل إيه يا حبيبي؟ في ايه؟ لا في ايه بقى؟ لا لا سيب ايموني ينطلق بجد، يعني العربيه بتاعتك في ايد امينه، في ايد ايموني. انطلق يا ايموني. والله بجد ايموني ممكن يعمل لك اي حاجه انت عايزها، احنا اصلا عيلتنا كلها تعمل لكم اي حاجه انتوا عايزينها. ربنا يخليك. لو الزعيم شخصيا عايز حاجه ممكن يجي يسيق لكم ونرسل لكم اي حاجه. لا لا انت زميله ما ينفعش تقولي كده يعني. ميرسي ربنا يخليك. اتكل انت على الله روح. ميرسي قوي. متشكره قوي قوي. ما تيجي اي حته. يعني ايه؟ يعني ايه صحيح؟ لا انا قصدي يعني ما تيجي تعملي كاستنج للفيلم اللي انا داخله. خلاص اوكي مفيش مشكله. اني تايم كلمني اجي اعمل كاستنج. 2 بالليل. 2 بالليل؟ لا عشان بيبقى يعني ايه، بيبقى الخفه الزحمه خفت، وبيبقى عشان نعرف اعمل لك كاستنج صح. لا مفيش مشكله خالص في المواعيد، يعني احنا عيله اوبن مايند جدا. انت هتبقي نجمه يا لفحه. والله العظيم. لا واسمك حلو قوي كمان، لفحه جديد في لهفه. ايه؟ لهفه.
حلو قوي. شكرا. لهفه. ايوه حلو قوي قوي. ناخد سيلفي بقى يا محمد. يلا يلا. شوف بابا يخرب بيتك يا انا عرفتك السودا. فين انت؟ مش عايزه تمثلي؟ طبعا. خليكي ماشيه ورايا. طب معلش فهمني يعني هنقابل مين؟ رايحين فين؟ وزه بس ولد مش عارف. احنا دلوقتي رايحين لاكبر واحد واهم واحد في مصر. مين؟ حسن فلاشة. مين حسن فلاشة؟ حسن فلاشة دوت اللي هو مخترع الفلاشة، أكبر خبير فني وأحسن من أي مخرج ومنتج في مصر. لا لازم أنا غلطانة إن أنا ماشية وراك. ما تخافيش. ماشي. بص بقى لهفة، الواد دوت، الواد ده جامد وأنا عارف، وده اللي هيخليكي نجمة. يا رب يا أيموني، أصل أنت برضو بيبقى ليك حاجات يعني فظيعة. لا ما تقلقيش، المرة دي أنا حقاني. يعني أنت واثق فيه؟ أنا واثق ثقة عمياء. هو ده ولا إيه؟ هو ده. هو ده. صباح الفل يا باشا. اهلا وسهلا، امرني. دي اختي لهفة اللي كلمتك عليها، اللي المفروض نخليها نجمة بقى. مين حضرتك؟ انا اخو لهفة. اهلا وسهلا. انا حابب اقول لك ان اختك لهفة فعلا شكلها نجم، دخلتها دخلت نجمة. بص الابتسامة مع الكسوف بتوع نجمة، شعرها ليس نجمة، عينيها الياينر، الايلاينر نجمه. عارف حضرتك الايلاينر اللي هي حطاه ده؟ هي مش حطاه ده، هو ربنا خلاها متنيلرناله كده. بس السؤال بقى هنا، لهفة القمر الجميله دي عايزه تتخصص، يعني تخصصها ايه؟ تمثيل، اخراج، نقد، دراما، جمال، عسل، ايه؟ والله انا فنانه شامله، يعني بمثل، بغني، برقص. بتعرفي ترقصي يا لهفة؟ طبعا. طب يلا يا لهفة معايا كده على السقفه. مصر 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 مصر. بتعمل ايه يا ابني انت؟ انت مجنون؟ وهي ترقص على مصر؟ امال ترقص على بشرة خير؟ اكيد مش هرقص في الكافيه يعني. ايه اللي رسماه في دماغك بالظبط قولي لي يا ماما؟ نفسي باذن الله ابقى نجمه، نجمه كبيره قوي. بصي يا لهفة، انت معايا بعون الله هتكسري كل الشاشات الا شاشه التلفزيون. يعني قصدك شاشه السينما؟ لا، الموبايل. الموبايل او اللابتوب او الايباد او التاب ده اللي هو جميل ده دلوقتي اللي بيصنع النجم. السوشيال ميديا. ايوه هي دي. بصي يا لهفة يا قمر، احنا هنعمل فيديو مدته 30 ثانيه ينزل على اليوتيوب. اول 10 ثواني بيظهر لنا اسم لهفة الجميل باللمض النيون، تاني 10 ثواني بتظهر عينين لهفة الجميله، بننقل اخر 13 ثواني دول بنقفل بسرعه بنكتب اسم المخرج عشان يبقى فيه سسبنس. الله الله. استنى، فين التمثيل؟ فين الإبداع؟ فيديو 30 ثانية وعينه، هو ده التمثيل؟ اتفرجي بعد ما الفيديو ده ينزل منتجين مصر هيهبوا عليك ازاي لا مؤاخذة. لا 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 طبعا، مش صحيح، مش مظبوط. والله عندك حق طبعا، ما تقتنعيش بيه، اصلا شكله بتاع بليلة. بتاع بليلة؟ والله. انت من دمياط يالا؟ ليه؟ عشان شعرك مشبك، انت عمرك ما هتفهمني. طب حاسب انت بقى. يلا لا يلا. ايموني. هنبقى نجوم خلاص. والله انا مش عارفه اشكرك ازاي. لا لا تشكريني ليه، واحنا بنعمل حاجه. ده انت ده. هلو، السلام عليكم. عليكم السلام. انا كنت عارف ان انت هتيجي وكنت متاكد يا لهفة. والله يا استاذ فلاشة، انا قعدت اقلب الموضوع كده في دماغي ولقيت ان كلامك صح. طول ما انت مع فلاشة هتبقي في الجلاشة. طيب يا فلاشة باشا، تفتكر ايه اللي مطلوب مني بالظبط؟ بص يا لهفة، اوعي خيالك يصور لك ان انت هتبقي اول حد نجمه اصنعه. انا عملت نوره جنزير، انور كاوتشه، حمدي الكابينيه. اوعى تكون انت اللي مطلع حماده لمس. والله لا تبقى نجمه. الله، فرحتي ان النهارده عيدي. انا بقول لك الكلام ده يا لهفة عشان ما تبقيش فاهمه يعني ان انا كمثري، يعني على الله وكده. لا لا لا، انا عارف كل دي حاجات ليها خطوات. الخطوات اللي هقول لك عليها دلوقتي دي تكتبيها في نوتة ارجوكي عشان ما تنسيهاش. لا انا كله بيتخزن هنا، انا نجمه ممكن اشتغل على الهوا. رقم واحد، لازم الفيديو وضوحه يبقى زباله. حلو، وبعدين؟ لو اتكلمت تاني هقلبك قرد. لا لا خلاص. ايوه ركز كده معايا. الحاجه التانية، نجمتنا اللي بيجي دورها بتخرج من البوكس. هطلع من الصندوق. لا، انت هتخرجي من بوكس الشرطه، خارجة من بوكس الشرطة رحلة كفاح، عذاب، ضرب ضرب هنا جامد، عايزة توصل. أنا هوصل، ما تنرفزنيش عشان ما كسرش الإزاز. أما أنا كلمت. تمام، خارجة من قلب البوكس، مكتوب هنا أنا معايا شهادة حسن سير وسلوك. حلو، عشان أنافس نيلي كريم في سجن النساء. دول قعدة. بس أنا حاسس إنها عايزة، اسمه إيه ده؟ أيوة هي فعلا عايزة. لأن أنا حسيت. إيه ده إيه ده؟
ايه استاذ اشرف. اهلا وسهلا. عامل ايه؟ الحمد لله تمام. ده انا اول مره اشوفك. الله يخليك. ما انا اول مره اشوفك. يا لهوي، ده انا بحب حضرتك قوي. الله يخليك. لا والله بجد بتفرج على اي حاجه بتعملها في الدنيا. الله يخليك. شكرا. يعني تياتر مصر دي ما بشوفش غيرها انا. يا ربنا يخليك. شكرا شكرا. الله يخليك. انا حاسس. حاسس بايه؟ لا معلش والله عارف. ده انا بحبك حب الفيله. حب الفيله؟ ايوه. ده على اساس حب ايه يعني؟ حب كبير يعني. على اساس الفيل كبير فانت بتحبني حب كبير زي الفيله يعني. ايوه ما شاء الله. الله يخليك والله. هو مين بقى ده الاخ ده اللبيس بتاعك؟ لبيس؟ طب اقطم بقى ما انا بلبسها لك في وشك. ماشي. معلش معلش ده عشان انا غبي. ده العرباجي بتاعك ده ولا؟ لا 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 عيب عيب عيب. بتشتم ليه؟ عيب. ده الاستاذ مادي ده احسن موزع مزيكا في جمهوريه مصر العربيه. عرفت انا الراجل بتاع ابو ربابا من نص جنيه دي لا 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 وتتقطع. بلاش موزع موسيقى، مهندس صوت. ليه مال صوتك يا استاذ اشرف؟ لا مش مهندس يعني. انت فاكر مهندس صوت وانا جاي اكشف عند مهندس يعني ولا ايه؟ ايه طيب يعني؟ لا مهندس صوت يعني مثلا قول ها 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 اعلى اعلى ها ايوه الله ينور عليك. لا ده هربانه خالص. لا حول الله يا رب. عموما يعني ده مهندس صوت شاطر جدا. انت مش محتاج مهندس صوت، انت محتاج ميكانيكي صوت. انا ما انا جاي والله اكشف اهو مستني اهو. لا لا ده هي الليله باينه من اول. الكليب ده شكله جامد قوي. ان شاء الله شكله هيطلع حلو قوي. انت شعرك ده حقيقي؟ حقيقي. انت شعرك ده حقيقي؟ لا لازقه بكله. ما هو باين. انا لا انا عايز اغني فيه. تغني في ايه؟ في الكليب. ان شاء الله. حاضر. انا بعرف اغني على فكره. بتغني ايه بقى؟ بغني كل الاغاني. طب غني لي يلا حاجه. اغني لك اغنيه عمرو دياب بطريقه الليسي بتاع كنا حبايب. ماشي. عارفها؟ كنا حبايب عزه حبايب. اغني لك بطريقه الليسي. غني. بس غني في الكليب. لو غنيتها حلوة هخليك تغني. ماشي. كنا حبايب اعز حبايب راح الحب يا ريتو مكان. وكنا حبايب اعز حبايب ولو ما رديتش اعتباري لو ما رديتش اعتباري لا 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 لا. هتشغلني؟ حلو قوي حلو قوي. ايوه يوصل يمكن يا باشا. يا اسطى اقف يا اسطى. ايه ده؟ ايه ده؟ ازيك يا حضرة الظابط؟ مش ظابط يا ابني انا. امشي. مش ظابط ازاي؟ انت ظابط يا عم. يا حبيبي مش ظابط انا، مش ظابط. يا عم واحد ايه؟ اما الرتب دي ايه بتاعت ايه؟ خلاص يا ابني انا الظابط. بس انا مش عايز حد في المنطقة يعرف ان انا الظابط. ليه مش عايز حد يعني؟ انا في مهمة سرية مش عايز حد يعرف ان انا الظابط يا ابني. طب معلش بقى قول لي على المهمة عشان ما اخليش الدنيا كلها تعرف. يا انت لحوح. قول لي بس ايه عشان ما اسحلكش. انا عندي معلومات سرية ان في عصابة جاية تهرب مخدرات الليلة في الحارة، وانا المفروض ان انا اقبض عليها. سر ازاي؟ ده انت جاي ولابس لبس الظابط، ده انت الدنيا كلها تعرفك، انت لازم تغير. ايه؟ ما انا عامل القنح. عامل ايه؟ مش جايب البوكس وجايب ميكروباص راكب فيه. وهو الميكروباص اللي بيقبض على الحرامية باشا واعي فاهم؟ لا انا اللي هقبض على المجرمين. يبقى انت اللي تغير يا باشا مش البوكس. البس ترنج. شفت يا باشا؟ قلت لك البس ترنجات. اسكت بس. لا انت ما قلتش ترنجات ولا نيله، انت قلت جلاليب نوبي ونمسك دف ونمشي في الحاره نقول يا هو يا هو. خلاص انا عندي بقى فكره تانية خالص غير الحوار ده. شاف الراجل اللي ماشي هناك ده؟ شاف ماشي ازاي؟ ده ماشي بيتسحب. شاف الكيس اللي في ايديه؟ ده مقرمط على الكيس قوي. عارف الراجل ده؟ يا سيدي عارفه. الراجل ده يبقى ابويا يا باشا الحلواني. نعم نعم بتفتكر قوي يعني. الراجل ده يبقى ابويا يا باشا. ابويا حرامي يا باشا. حلواني؟ حرامي وبيتاجر في الاعضاء. اعضاء؟ بيبيع كلى بني ادمين، بيبيع سمان رجل، بيبيع فخاذ بني ادمين. انت عارف الاعلان بتاع مارادونا لما وهب فخاذه للواد لهطه اللي كان قاعد قدامه ده؟ قالت له رجع له فخاذه. ايوه هو بقى شغال في الحاجات دي. زي ما انت يا حلواني اوعى تتحرك. حد يقول لابوه كده يا حلواني؟ يابا انت مفضوح يابا والدنيا كلها عارفه بلاويه. يخرب بيت ادائك. مش ممكن. ما شاء الله. برافو برافو. لا 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 انا نجم جديد هيظهر اهو. يابا ارجع السجن يابا
ودي الحاجات دي يابا واعترف وارجع السجن. ما تسوقش فيها قوي كده وتعمل لي شكري سرحان بقى. ما خلاص بقى هتعترف يابا ولا اعمل اللي اعمله بقى؟ انت بتتكلم في ايه يا هلا؟ يبقى العداله لازم تاخد مجراها يابا. خدها شرطه. ابراهيم كلج ابراهيم كلج جايين ناخد مجرانا يا حلواني بيه. اهلا سعاده البي. اهلا وسهلا. اهلا اتفضل اتفضل. مساء الخير يا حلواني بيه. مساء الفل يا سعاده الباشا. باشا مخدرات اهي الراجل دوت صاحب المخدرات. اوعى بقى يقول لك انه ابو ايمن وابو شقره وابو رامي والكلام ده، لان هو لا ابو اي حد في اي حاجه، هو تاجر مخدرات والكيس اهو متلبس. يلا حلواني بيه. ايوه يا فندم. الكيس ده فيه ايه؟ ده يا فندم فيه فضه خيرك، كيلو كفته على نص كيلو كباب ضاني من اللي ريحته تهبل. ايوه فاكر. طازه وريحته حلوه قوي قوي قوي. شويه تحابيش كده وربع مخاصي. يعني طلعت مخاصي؟ مخاصي ازاي؟ مش مخدرات. يعني ايه؟ مستحاله. احنا اسفين يا حلواني بيه. لا يا سعادتك، ان احنا شكينا في شخص شريف وجعان زيك. الله يخلي سعادتك. اما ايمن فهيشرفنا في الاسم شويه بتهمه البلاغ الكاذب والازعاج للسلطات. معلش يا فندم، انا والده واقول لك سامحه. معلش هو لا يقصد شيء، انا بس هفهمه حاجه. بص يا ايمن، انت هايل. انت هايل هايل عشان اقنعتني بحكايه. كنت هصدق فعلا ان انا معايا مخدرات. صور ابوك بيبيع مخدرات. يا خبر ابيض. وانت من امتى بتاكل كفته؟ ده انت مجوعنا. شيل اعمل سيبوني يا شيل اعمل بسرعه سيبوني. شكلها ما بانش شرطه. ها طبعا. امال يبان ايه؟ يبان بتاع لبن. صباح الفل على اجمد ظابط في الداخليه. منور والله يا باشا. والله منور يا باشا. انت بترد ليه؟ بترد ليه يا باشا؟ مفيش فرق بيننا انا وانت. الراجل قال انك ظابط. هو قال اجدع ظابط في الداخليه. انت ظابط يا باشا؟ شكلنا واحد. مفيش فرق بين. عمر معلش يا فندم انا اسف. استشف نفسك بس. انا اسف جدا يا فندم. استشف نفسك. اسف ما اقدرش يا فندم. مش ملاحظ حاجه؟ ايه اي حاجه؟ اي حاجه. حد بيسلم بضاعه، عصابه بتجري. ده انتوا حاره ممله. ده انت ما فيهاش اي سسبنس. ايوه انت طبعا فاكر ان اهل الحاره دول غلابه وطيبين. هم غلابه وطيبين والله. ده متهيألك يا حضره الضابط. اهل الحاره دول مش غلابه ولا حاجه، دول عاملين زي المجرم الشاطر اللي ما يبانش عليه. طب انت شاكك في حد معين؟ شايف الست بتاعت الجرجير دي؟ اه شكلها غلبان قوي. غلبان؟ آه بس مريب. شايف الحلق اللي في ودانها؟ اه ده مش حلق، دي سماعه بلوتوث بتكلم بيها العصابه. سماعه بلوتوث ايه؟ ما يمكن حلق ده فعلا وهي محوشاه من فلوسها. انت هتدخلني في تفاصيل غريبه ليه؟ حلق دهب ايه؟ هتجيب فلوس الحلق دهب منين يا سياده الضابط؟ لا يا حبيبي، دي مخبيه البانجو في الجرجير. يعني انت قصدك ان الفرشه دي كلها حركه؟ ابتديت تعجبني يا بتاع اللبن. ورايا يا ابني. عمر ما عليك يا ايمن بيه. ورايا. استنى يا باشا. قال لي ورايا يا ابني. وراك يا ابني. انت تسمع كلامي انا؟ حاضر يا فندم، انا اسف جدا يا باشا. ما اقدرش. مش تمام يا فندم. تنساش نفسك. ها ما اقدر. ما تحركيش الكرومب من مكانه. مساء الفل يا باشا. السلام عليكم يا حاجه. سلام ورحمه الله وبركاته. طبعا انت غلبانه ومش لاقيه تاكلي. انا بجري على اكل عيش عيالي. يعني انا لو فتشت حزمة البقدونس دي. حلوة الحركة دي يا باشا، ابتديت تفكر. مش هلاقي حاجة كده ولا كده. ده مش بقدونس، ده كزبرة. شفت حويطة مش عايزة تعترف. اسكت اتنيل. انا ما اعرفش اساسا الفرق بين البقدونس والكزبرة. يبقى ناخدها على الاسم بقى هناك ونتترزع علقة هناك. يعرفونا بقى الفرق بين البقدونس والكزبرة ايه. انا عملت ايه يا بيه؟ ده انا غلبانة. انا هوريك دلوقتي اللي انا مش طيب. شرير ست الامين. لا يا فندم. فتش البقدونس. مش كفاية فتش الست دي. انت تامر يا فندم. انت بتعمل ايه؟ هفتشها يا فندم. فتش ايه؟ انت هتعمل لي فرق بتاع الكرنك. انا اسف يا فندم. فتش البقدونس بس. حاضر يا فندم. لا مفيش حاجه يا فندم. ازاي ده؟ انا مش عارف ليه ابتديت احس ان الست دي طيبه وابتديت احس ان انا حمار. ابتديت تحس ان انت حمار؟ ستنيل انا هتصرف. جرى ايه يا حاجه؟ انت شكلك مداريه النعناع العرايس. احنا بنهرج معاكي. دي حاجات احنا بنعملها. خدوني معاكم يا فندم. على حمدي. يا ايمن. يا ايمن. ايه اللي انت جايبه ده؟ ده حمدي. حمدي مين؟ حمدي الكلب.
جايبه ليه يعني؟ ما هو ده كلب واحد صاحبي بس متربي معايا. انت وصاحبك متربين مع بعض يعني؟ لا انا والكلب اللي متربين مع بعض. الله، وانت جايبه ليه ان شاء الله؟ جايبه تاخد رايه؟ لا جايبه يشم العربيات، افرض في عربيه معديه فيها مخدرات بتاع الكلب ده يشمه. يشمه ايه؟ ده يفهم ده كلب بلدي. ما هو احنا في حته بلدي فعشان كده جايب كلب بلدي. تعرف لو في حته فرنجي كنت جبت بقى بلاك جاك بلاك ليبل كده. يا باشا الراجل ده بيتكلم كلام منطقي، كلب بلدي للناس البلدي. على فكره هو ما بيكلمكش انت، بيكلمني انا. اسف يا باشا، اسف جدا. تنتش نفسك. ما اقدرش يا باشا انسى نفسي. ماشي عمر، ما عليك يا فندم. ثلاث دبابير دول، ها شايفهم يا فندم؟ على كراسه دول ولا على كتفات؟ كتفات يا فندم، انا اسف جدا. ماشي خلاص يا فندم، تمام. نشتغل؟ اشتغل يا ايمن، يلا بينا. طب بس عشان ما تبقاش سبه هلاله الا راجل. هو في يد عندك يا في بس عم في عمو؟ انا باشا يا انا باشا. ماشي ليه بسرعه كده وداخل الكمين بسرعه؟ اصل مجر العجله ولازم ارجعها. انا مالي مأخرها ليه؟ ليه نسيت ايه؟ ضاع عليك الوقت في ايه؟ قعدت تلعب كتير ليه؟ انا مالي؟ ناس بقى عمو، ماليش دعوه، لازم اخلي حمدي يشمك. حمدي بس والنبي عديني يا عمو. افرض العجله فيها قنابل يا الدنيا خنابل. الدنيا قلق يا خش يا حمدي. ايه ده؟ خلاص والنبي يا عمو، خش يا حمدي بس. خلاص استنى بس ولا خلاص عشان خاطر. خلاص ما تقعدش، الكلب فك الله يخرب بيت ابوكوا. اجري اجري، خد يا حمدي خد يا حمدي خد يا حمدي كده. ايمن يا علوه يا عيال افتحوا لي ايدي وجعتني. يا خرب بيتكم كل ده. انا ام الله، في ايه يا واد؟ في ايه؟ وجعتولي ايدي كل ده. انا ام انت لو رزعت على الباب كده تاني اعتبري نفسك شهيده. اخص عليك يا ايمن، حد يا واد يكلم خالته كده برضو؟ انا بكلم خالاتي كده حتى اسالي بقيه خالاتي. الحق عليا، ده انا جايبه لكم اكل عشان تاكلوا. مش عايز صفح. يخرب مخك ارمينا، محدش بيصحي حد كده. صدق ولا ان انت بتربيت؟ انا متربي احسن منك والله. انت اللي جبت اجل اختي. ان شاء الله هتحصليها. اخس. طب امشي غور من وش غوركتك ده، يا في شكلك. هيجيبوك انت؟ لا طبعا، هيجيبوا حد قريبتهم، واحدة عايزين يظبطوا معاها فيجيبوها الاستوديو ويفضوا الاستوديو ويعملوا لها برنامج عشان يظبطوا معاها. ممكن تكتم؟ اكتم بقى. انت ليه محبط كده؟ ليه عايز تقتل الحلم اللي جوايا؟ ما انا لازم اقتل حاجة، فيقتل الحلم اللي جواكي يقتل الواد ده عشان انا قرفت منه. طب كتب. التليفون بيضرب. الو؟ ايوه انا مدام ابتهال. مين معايا؟ لا لا بس اصلكم فاجئتوني خالص. طيب انا هحاول الغي كل مواعيدي، هجيلكم في الميعاد بالظبط بالظبط. اوكي مع السلامه. شفت ده مرتضى ابنك صح؟ متفقه معاه وعامله حوار علينا عشان تعيش اللحظه والوهم صح؟ يا محبط اتكتب بقى. كتب. انا مش محبط والله. محبط اسمعيني اقص عليك. انا مش محبطك، انا بقول لك الحقيقه. الوهم عمره بس ما تشوفني. ازيك يا لافا؟ ازيك يا حبوبي؟ اخبار اسمك ايه ده؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ايه يا ده يخرب بيتك، في ايه؟ انت مين؟ مين دي؟ انا لحفه يا خالته، لحفه. وايه اللي عامل فيكي كده يا بنتي؟ طيب متعودين احنا على المناظر دي وعلى اللبس وعلى الشكل ده، لكن انت ماشيه تتطوحي كده ليه زي السكرانين؟ خالته من فضلك انا مش قادره اتكلم كلمتين على بعض. انا جايه من الهرم لحد هنا ماشي على رجلي. طب وليه جايه ماشي على رجلك؟ ده انت عفريته دلوقتي، انت ممكن تطيري في الهواء ما حدش هيكلمك، او تصاحبي سندباد وتيجي معاه على المشايه. ايموني يا حبيبي اوعدك لما ابقى نجمه هحقق لك كل اللي في خيالك ده. هو انا بقى ما قلتلكيش؟ لا ما قلتليش يا خالته. مفاجاه. بص يا حبيبتي، لو ما عندكيش حاجة بكرة ممكن تقعدي قدام التلفزيون وتتفرجي عليا وانا طالعة بتألق في التلفزيون. انتي هتطلعي في التلفزيون ليه يا خالتو؟ انتي رايحة مع بابا تتفرجي على ماتش ولا ايه؟ ماتش ايه؟ ماتش ايه؟ دي مدام رجاء الجداوي كلمتني، حاولت تستعين بيا علشان تتعلم اصول الطبخ، وحتى قالت لي ممكن تجيبي معاكي حد يساعدك. يا حبيبتي يا خالته يا حبوبة قلبي. قلت اخد بقى الواد ايمن معايا يساعدني. يا حبيبي قلبي يا حبوبة. خديه يا خالته، جود لك يا حبوبة. خشي جوه خشي جوه عفريتة. هتيجي معايا يا ايمن؟ طبعا. انا مش هنام النهارده، مش هنام. نامي بكره بقى. يا ازيك يا انكل؟ ازاي حضرتك؟ ايه ده، انا عارفاك حضرتك ممثل؟ مش حضرتك اللي كنت مع ليلى علوي بتقول لها قتلتيها ليه؟ قتلتيها ليه؟ أنا كنت جامد قوي، كنت بتقولها بكذا شكل مختلف فظيع. ميرسي يا حبيبتي. شوف شوف الجيل اللي يفتكر العظماء. انا بحبه قوي. ايه
ده مين ده؟ ده ايمن ماي براذر اخويا. هاي يا ريتك كنت خبطتيني انا. انا يارا خلاص سيبي ايديها ما شاء الله. ايه ده انت قمر على فكره انت جامد قوي بجد. ايه ده انت بيئه قوي بجد عليك. بيئه ايه ده زباله. ايوه زباله. انا بحب الزيت الشامه اصلا شكله فاضي. انا بحب اصلا الدريتي لوك ده. انا بيج فان لمحمد رمضان ثقه في الله بحبه قوي. على فكره محمد رمضان ده زميلي اشتغلت معاه كتير جدا. انا بحبكم قوي. طب بيتكم كمان ما شاء الله معفن قوي نفسي اقعد فيه شويه. لا فا ايه رايك لو تيجي تقضي معايا اليوم وبعد كده هبقى اجابات معاكم هنا. طب واحنا مش هنيجي اي وقت؟ طب خديني بقى مدام حبيتيهم حبيني انا كمان وخديني معاكي. ايوه طبعا انت تنور اكيد. خديني معاكي. ايه ده انت لما بتتكلم بتعمل كده؟ واو لو كمان بعمل كده. لا دي بقى اجمد الحركه دي اجمد. انت شو انت بقى انت معفن قوي. لا لا شوفي بقى لما بيعمل نوم العازم رهيب. يو سو كيوت ما شاء الله. طب بيزا لا فخلي اونكل بيزا اونكل وافق. خلاص يا حبيبتي ما دام احنا هنيجي بعدين. انا موافق طبعا. نوري عليكي اونكل لما اوكي طيب قوي. يلا يلا ليتس جو. ايوه الجد رزدي وهجي لك على طول. اوكي اتفضلي يا حبوبه. انا قاعده هنا. الله انت هتاخديني معاكي؟ ايوه طبعا شور. ايه ده انت بتبص في نفس الاتجاه ما بتبصش في حته ثانيه. واو بجد معفن. تعالي. الو الو السلام عليكم. جونغوا. مين؟ جونغوا. ده ماي دوتر الصغير ده ماي دوتر الكبير. جونغوا جونغوا. هو وير از جيت لي وير از جيت لي جونغوا. جونغوا ايه؟ يا جيت لي ما بيجيش هنا ده هناك. بس انت مين؟ انت مين؟ اسمك يور نيم؟ جوزي. جوليا. جوليا طب هاتي بوسه بقى. لا لا انت جيت عند البوسه وطقطقتي عربي. ما بيبصوش الطوال هما. شفت جت عند البوسه وقالت لا لا اصل كنت طويل. البت دي من المطريه. الشجره دي بتنور كده؟ ايوه عادي مالها؟ يعني لو النور اتقطع الشجره دي تموت؟ لا انت في حاجه مضايقاك ولا ايه؟ ايه اللي موقفك كده عند الشجره؟ لا يعني مستعجب بس. مستعجب ايه؟ تعالى احكي لي. ايمن انا عايزك تعتبر نفسك اخويا عشان انت اخو لهفه. اخو لهفه يعني اخويا. ممكن تقولي بقى ايه اللي مضايقك؟ ايه مالك عملت؟ انا بحبك. ايه تحبني؟ تحب طب هو انت مصاحب يا ايمن؟ انا بحبك من زمان. تحبني ايه من زمان؟ انت تعرفني اصلا؟ طب انت مثلا لما شفتني النهارده انبهرت بشخصيتي مثلا؟ دايب فيكي دوب. دايب فيكي دوب. الله ايه الكلمه المعفنه دي قديمه. يعني انت معفن وكمان كلامك قديم. واو لازم اكلم اصحابي. طب هسالك سؤال تاني. انت طمعان فيا مثلا عشان انا عندي فلوس وبيت وكده؟ تعنيكي حلوه. ايه الرد ده؟ انا بسال حاجات تانيه انت ما بتردش عليها ليه؟ انت سامعني ايمن؟ انت سامعني؟ طمني. انت احلى من احلى حاجه في الدنيا. ايه ده ايه اللي انت بتقوله؟ انا طب ايه رايك لو مثلا نروح انا وانت دلوقتي معاهم ناكل وبعديها نتكلم في موضوع توعديني؟ اوعدك توعديني ان انت مش هتسيبيني ابدا؟ شور. حتى واحنا بناكل؟ ايوه اسيبك ليه يا ابني وانت بتاكل؟ انا هاكلك وتاكليني. ايوه مش هتقرفي؟ لا اقرف ليه؟ انت برنس. انت اساسا ريحتك لوحدها جامده. بتون صوتك انا اكيد. انت عارفه انت بتكدبي؟ ها لا طبعا. ايفن لو بكدب انا مش هقول ان انا بكدب. انا خايفه منك اخر حاجه. عارفه انت لو بتكدبي انا عامل فيك ايه؟ هتعمل ايه؟ ورحمه امي. انا امي ميته على فكره. الله يرحمها. ورحمه امي لو طلعتي بتكدبي عليا لا تفنك جنبها. اكيد مش هسيبك تدفني. انت تون صوتك اصلا لوحده يخوف. انت قدامك فرصه دلوقتي تقولي فيها الحق. احنا لو اتحركنا من المكان ده وانت طلعتي كدابه اقسم بكتاب الله ما يطلع عليك نهار. تعالى نروح ناكل وبعد كده نتكلم في موضوع الحب ده. اوكي يلا يلا. ايمن حبيبي يلا انا مشيت بقالي ربع ساعه. يلا انت عبيط قوي. تعالى حبيبي يلا. يلا. اي بابي. ايه الاشكال الغريبه اللي انت مدخلاها البيت من غير ما انا اكون عارف؟ انا اسفه يا بابي. انا عارفه ان اشكالهم غريبه قوي. لا وكمان الولد المنكوش ده بيهددني ان ممكن. يلا هحكي لك بعدين. تعالى بس نستحمل موضوع الاكل ده وبعد كده ننام. يمشوا علشان انا مش عايز اشوفهم تاني. ام سوري يا بابي. خلاص بقى انا متوتره اصلا معلش. لا
نورتونا. ميرسي يا حبيبة قلبي. ما مش هتقعدي جنبي زي ما اتفقنا ولا ايه؟ ما انا قدامك اهو. ايه يا ابني؟ ايه اللي بيحصل ده؟ واضح يا فندم ان في هارموني بين الولد والبنت. بسم الله ما شاء الله، تحس العيون بتتكلم. ايه يا ريورا؟ انت هتخبي على البيست فريند بتاعتك ولا ايه؟ يا لحظه، وي ار جاست توكينج. جاست ايه يا اختي؟ احنا نقدر نقول مبروك بقى ولا ايه؟ ان شاء الله سعادتك يا فندم اطمن من ناحيه المهر، احنا مش مشكله عندنا المهر، يعني وقت ما هيجي فلوس تدينا، وقت ما يجينا هنديك، مفيش مشكله يا فندم، احنا خلاص عيله واحده. والسكن ما شاء الله الفيلا فيها سكن يسعها الحاره كلها. الجنينه بتاع سعادتك عايزه شويه توضيب. ابني ما شاء الله درس جناين بره، فظيع فظيع، هيخلي لك الجنينه دي جوهره، حشرات تخصصه، ولا حشره في الجنينه. ليه؟ بيقتلهم. بيقتل مين؟ بياكلهم يا فندم. يابا ما تهزرش مع الناس دي، يابا الناس دي مالهاش في الهزار، الست دي حامل مني، مش عايز اتكلم بقى. بره. بره ايه؟ انت فاكر نفسك مين؟ لا ده انا ببقك هنا. لا خلاص بلاش بابي، بلاش بابي، خلاص انا هتجوز السفاح. جواز ايه؟ بتاع ايه؟ ايه ده؟ لا بره. بره. ده انت في الاوبرا، يابا ما تتحلل اللي بيحصل ده يابا. خلاص خلاص يا باشا، مفيش داعي للزيق، نطلع بره، نطلع بره. احنا جايين بقصد شريف. بره بقول، اطلعوا بره. ينفع اللي بابي بتاعك بيعمله ده؟ ام سوري يا لحمه، بس برضه كان هيذبح بابي يعني بجد. انا مش هنسالك انك جرحتي اخويا، هنعمل ايه يا بابا دلوقتي؟ نمشي يا بنتي، نمشي بكرامتنا. اوكي، كل واحد ياخد كرامته معاه. صح يا بابا. خد يا حبيبي. يلا احنا نمشي بكرامتنا معانا. ايوه، شيل يا واد المحش ده، الشوك والسكاكين هنيجي بكره ناخدهم. يلا يلا يا اولاد، نعمل لكم الطريق يابا. يلا بقى اللي تزوق ناس ما عندهمش دم. خليك انت كده بقى، غني في القاعه بتاعتك براحتك. ايه ده زلزال ولا ايه؟ زلزال ولا ايه؟ اللي انت بتعمله ده يا زفت. عملت ايه يا؟ شغال بتشد الغطا من عليا. انا بشد الغطا من عليك يا حمار ازاي؟ ما دام انا اصلا تحت وانت فوق. امال مين يعني اللي بيشده؟ مفيش غيرنا احنا الاثنين اللي في الاوضه. يعني في عفاريت يا؟ ايه عفاريت؟ وحتى لو في عفاريت يا، واحنا بنخاف يا، ده احنا ما بيهمناش يا حد يا، ده احنا اشباح يا. اسكت يا عم، الاحسن يكون ولا حاجه. لا عم اتنايل بقى على عينك، اطلع نام ما تخافش. لا انا مش عايز انام فوق. يا دي النيله، امال عايز ايه؟ عايز انام جنبك والنبي. تنام جنبي وانت صاحبتي يا ابني. ايه اللي انت بتقوله ده؟ طب اتنايل اترزق نام. عاسم واحد حظه هباب في الدنيا. شكرا. على العموم انا قلت بقى انا اجي اشوف فيه ايه. خلاص نسيتوني يا رمم. شفتوا؟ اهي الشهاده اهي. ايه تعرف حاجه هي؟ ابدا. قالت لكم يا رمم، اذا انتم رمم. طب دي واحده ميته، هنعمل لها ايه؟ يعني نعمل فيها ايه تاني اكتر من ان هي ماتت؟ حبيبي معلش، الواد ده ما انتش فاكره يا حبيبتي، احنا جبناه يوم النكسه. يلا معلش معلش، بس لما كنتش انا جيت ما كنتوش هتعبروني. خلاص خلاص يا حلواني، راحت عليا. بابا هي بتعمل كده ليه؟ احتمال تكون قابلت يحيى شاهين فوق. معلش، على العموم انا خلاص كده اتاخرت، لان انا واخده النص ساعه فعلا ظهور ارضي ولازم اطلع، لان بيخصموا لي يا حبيبتي، بيخصموا لي والله. حبيبتي يا ماما توحشيني قوي. ماشي. ممكن ياما تخلصي الحجر عشان عايزين نفتح التكييف عشان الدنيا حر وهنموت وهنبقى زيك ميتين. ياما يا ميته، ممكن تخلصي الحجر يا ميته؟ دي اختفت، راحت فين يا بابا؟ راحت لمصيرها بقى، بس والله كانت وحشانة قوي قوي. صح يا بابا، كانت وحشاني قوي يا حبيبتي يا ماما. طب وبعدين في شغل الميتين ده مين هيحاسبنا على الحجرين انا دول دلوقتي؟ يعني يا ابني قاعدين ابوك دلوقتي رومانسي وبيفتكر المرحومه، تفوقني وبعدين احترم احترم روح امك اللي جت هنا. روح امك، احترم روح امك. انا ما احترمش غير صاحب القهوه اللي هيطلع روح امي لو نزلت له من غير حق الشيشه دي، بس كده. صباح بغاشة يا باشا على كل واحد مستنينا، الولعة والكماشة ونزل شيشة مع شيء.
انت قافش فيا كده ليه يا ابني؟ ولا حرامي؟ لا يا عم، اصل انا خايف اقعد بره في الصاله. طب اطلع بره يلا اقعد مع اختك عشان عايز اعمل حاجه. لا ما انا لسه سايبها، اصل هي بتحضر في الشريط اللي فيه ماما. انت خايف يعني؟ اه. المغامرين الخمسه جايين بره، اطلع اتفرج عليهم هيجمدوا قلبك. ما بحبهمش. اطلع اتفرج سلاحف النينجا. اه بكرهه. طب اطلع اتفرج يلا بره على اي حاجه، ولا اقعد مع ابوك عشان عايز اغير. ما تغير يا عم، ما بتكسفش. اطلع يا بره. اه بقولك عايز اغير. انت لو بتخاف من العفاريت وانا بغير هتخاف اكتر. لا يا عم مش هخاف. يا دي النيله يا ابني، اطلع بره عايز اتكلم في التليفون. يا عم لا يا عم انا خايف. اطلع بره امشي. عيلتنح. الو. ايوه يا موزه، مش هتيجي؟ هتيجي. ها جهزت الشريط؟ اه جهزت ام الشريط اللي مفيش غير امه هنا بيخش في الفيديو، اللي كل ام اول سنة اتفرجنا على ام الفرح ده. ده انت لو متجوز الاميرة تشارلز مش هتفرجنا على امه كده. يوه عيب عيب بقى، خليك بني ادم محترم. عجبك تربيتك كده يا بابا؟ بعد ما هنتفرج الشريط هفرج امه انا. انا زعلانة من نفسي قوي. ليه؟ ازاي انسى الثانويه بتاعت ماما؟ انا انسى ماما؟ معلش افتكريها اهي، هتروح دلوقتي يجي ياكلها هتتكسف وتعمل كده وحافظين امه بقى. يا دلعوني يا لهفه، وحيات امك لا تاخديني معاك الاعجاز متقال. يا ايموني ركز بقى يا حبيبي، ماما ماتت الله يرحمها. قول لي ورحمه امك. مش مهم ورحمه امك وحيات امك اي حاجه، المهم تاخديني الاعجاز متقال عشان بحبه. ما هو انا لما باخدك معايا في مكان بتفضحني بصراحه. بص يا بابا عايز يجي معايا. معلش بقى، ده اخوك اصغر منك، وبعدين لله حتى احنا نرتاح من الريحه في البيت شويه. او النبي خديني معاكي. انت عارفه حجازي متقال ده؟ ده اغلى من ابوكي عندي 100,000 مليون مره، اغلى منه مليون مره. مش بقول لك نتن ابني وانا عارفه؟ خدي. خلاص يا ايموني هاخدك معايا، بس تلبس شيك، غير النينجا ترتز اللي انت لابسه ده. قولي له جيب اجره الميكروباص بتاعته معاه. استاذي انا والدتي الله يرحمها كانت بتزغرط ورا والد حضرتك في الافراح الله يرحمه. الله يرحمهم جميعا. مش اي زغروطه يعني، كانت بتون. اهلا وسهلا بيك. شفت طلعنا قرايب ازاي؟ قرايب ايه؟ احنا مش غرب يا عم حجازي. الله انت فاكر ستار ميكر؟ احنا كنا بنقعد في الجمهور على طول. فاكر كنت بتقول ايه؟ شكلك بتبص يا حلمي يا بكر وبتجهز لي ردود. ما انا لو بنت وروشه واموره كنت هتبقى ابو الصعود. ايوه ايه ايه اه اه لا 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 ده انت ما شاء الله ذاكرتك قويه. امروني تحت امركم. شوف يا سيدي، اختك لهفة نفسها ومنى عينها تدخل عالم التمثيل والغنى. يا خالو انا فنانة شاملة. ايوه ايوه فعلا، عالم الفن ضاربها في دماغها، فقلنا نيجي لحضرتك بقى تشوف لها كده حاجة حلوة على ذوقك. تحت امركم طبعا، اكراما للعشرة القديمة والعيش والملح. انا شايف انها تملى مكان والدتها المرحومة زغرتي. قصدي حضرتك ان اقف ازغرط ورا حضرتك في الافراح؟ والله ده اللي عندي. لا 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 ما ينفعش خالص. بيقول لحضرتك ان انا بحب التمثيل، بحب الغنى، ممكن اعمل استعراض كمان، انا موهوبه حضرتك مش مزقوقه يعني على الوسط الفني. ما ينفعش خالص، ده انا قلت اقل حاجه هتقولي اعمل معاك ديو دويتو يعني. اهدي اهدي يا لهفه امال، تعالي تعالي. حلو. لا اسكت يا مروشه انت واسمعيني كويس. بقول لك ايه، ما تضيعيش الفرصه بين ايديكي، لازم نبدا من الصفر. وبعدين كل النجوم والنجمات اللي انت شايفاهم رايحين جايين على دبي كل يوم دول، ما هو بداوا من الصفر برضه. وبعدين احنا داخلين على رمضان، جربي حظك يمكن تضرب معاكي. خايفه يا خالو، خايفه افضل صوت في الخلفيه يا خالو، مش عايزه طول عمري افضل واقفه ورا. تفضلي واقفه ورا ايه؟ مش شايفاه عامل ازاي؟ ده انت لو واقفه ورا ما حدش هيشوفك. في يا عم حجازي؟ الله يا عم حجازي، بقول لك كنا بنحضر كل حاجه، انت مش فاكر الفرح اللي انت كنت بتعاكس فيه العروسه؟ لما كنت بتقول لها عروسه حلوه جابلتني بعينها بربشت لي. ايوه لحظه قشطه مرمرتني وفرح يا عروسه انا العاي. يا عروسه يا عروسه انا العاي وفرح يا عروسه. ايوه ايه انا بفكهولك اهو، خش عليه على طول وهو مبسوط. ميرسي يا ايموني حبيبي، صدق حطيتني في المود. استاذي هقول لحضرتك على سربرايز، انا معاك باذن الله. طيب حظك في رجليك، النهارده عندنا فرح ويا دوبك تتعرفي على الفرقه. شفتي بقى مش قلتلك؟
متشكرين قوي يا دكتور. متشكرين ايه؟ ده احنا بقى لنا ساعة قاعدين عند الراجل اللي ما جاب لنا حاجة نشربها، مع اننا احنا اصلا جايين لبتاع الفراولة. الفراولة بتاع الفراولة. الفراولة اسمع الفراولة. ايوه اجرب اشتري مني اولى. ايوه الفراولة بتاع الفراولة. الفراولة اسمع الفراولة. ايه هو انت بتحبيني عشان فلوسي ولا عشان انا امور؟ هو انت امور؟ امال انت بتحبيني ليه؟ آه طبعا عشان شخصيتك. طب بقولك ايه رايك في المول اللي انا مخرجك فيه؟ حلو؟ حلو قوي بصراحه يعني، بس انا جعانه. يلا ناكل. طب ما اكلتيش ليه في البيت؟ ما كنتش جعانه بس انا دلوقتي جعت. طب تعملي حسابك بعد كده. طب تعالى نشرب حاجه. نشرب ايه انت يا بنت عبيطه؟ ايه اللي اكل واشرب وانا جايه اغذيكي؟ انا مالي؟ ما تدفعي في بيتكم. ما جايين ليه؟ ما جايين هنا عشان نطلع السينما ناخد كرسيين ورا ونمسك ايد بعض. طب يلا. ايه ده ايه ده انت سهله ليه كده؟ قولي لي ما ينفعش. خليني احاول معاك عشان احس ان انا عملت مجهود عشان لما امسك ايدك بعد كده افرح. طب قول انت. يلا نطلع السينما نمسك ايد بعض. لا احسن. المهم دلوقتي احنا جايين نبسط ونخرج، هنخش دلوقتي السيمولي ونتقلب. نتقلب عليا الطلاق؟ انت اللي طلعك من ابو قتاته ظلمك يا بنت. السيموليتور ده جهاز بيجيب الحاجات قريبه. لعبه لعبه يا متخلفه. طب يلا تعالي تعالي افهمك انا بقى. اديني يا ستي انت لسه صغيره مش فاهمه حاجه. تعالي تعالي. ايه اللي في ايدك ده؟ دي ملازم عشان عندي امتحان بكره في المعهد. يا ابني انت مش نافع في المعهد اساسا. لا ما انا حاسس ان السنه دي سنتي. سنتك؟ انت عارف المادة دي بتتكلم عن ايه اصلا؟ لا ما اعرفش، ما يشرفنيش ان اعرف اصلا. مسألة كرامة بقى. لا خلاص ارمي ارمي ارمي. تعال نشوف لنا فيلم في التلفزيون. ايه يا جماعة انتوا لسه ما جهزتوش؟ دخلوا بيقولوا ان الحفلة الساعة 7. ما تقلقيش حبيبتي هنجهز حالا. دي حفلة ايه دي؟ ما اعرفش خاله ما وضحش بالظبط. ما يمكن الموضوع ده كله يبقى كمين. كمين لمين؟ للواء سراج الدين. مين اللواء سراج الدين؟ لا مفيش، ده انت عشان انت قلت مين انا قلت اللواء سراج الدين. انت عارفه لو كنت قلت ايه كنت قلت لك ارسم بورتريه. ايموني خش اتشطف يا حبيبي يلا بدل القلش ده. ماشي. ايه ده؟ ايه؟ ايه ده؟ في حاجه؟ يا نهار اسود انت ازاي كده؟ ازاي ايه؟ انت ازاي كده؟ انت مين؟ انا مايكل جاكسون. فعلا؟ فعلا. مش واخده بالي. ليه؟ ترتر كتير وكده. لا ما عشان ده فرح، عارفه لو حاجه لو حفله ما بحطش ترتر كتير. بس انت بجد ما شاء الله يعني انت من السويد صح؟ من السويد. ايه يا ابني انا مصريه. ايوه ما انت سعوديه بس تتكلمي عربي عشان تتواضعي مع خلق الله. سعوديه ايه؟ انا امي سوريه وابويا مصري. وانت سعوديه؟ صح؟ انا مصريه والله بتكلم عربي اهو. مخلطه. انا مخلطه زي الكلاب البلدي كده. تلاقي كلب بلدي مصري على بالظبط. طب انا بحبك. ماشي اوكي. طب تحب نتصور او حاجه؟ لا انا مش بقول لك كده عشان تقولي لي نتصور، انا بحبك بجد. لا يعني الناس عاده لما بتوقفني بتبقى عايزه تتصور. الناس؟ لكن انا مايكل. على فكره مايكل جاكسون مات لو انت مش واخد بالك. مات؟ بقاء لله. بس انا بحبك. انا بقول لك كده عشان نفتح مجال بقى للكلام. ميرسي والله بجد مش عارفه اقول لك. افتحي بقى مجال معايا للكلام قولي لي وانا كمان. لا معلش انا مش هينفع اقول لك ان انا بحبك. ليه؟ عشان انا ما اعرفكش. ما احنا هنتعرف واحنا هنروح. لا لا مش هنتعرف خالص، انا متجوزه ومخلفه وانا ما اعرفكش اصلا. انت هتطلقي؟ لا مش ليه طيب؟ وانا هربي الواد. صور دلوقتي عشان انا بحبك اصلا. وبعد ما نتصور نقعد بقى مع بعض نشوف هنعمل ايه في موضوع الحب. طب نتصور الاول وبعدين نبقى نشوف موضوع الحب ده بعدين. بس توعديني ان احنا نتكلم في موضوع الحب ده. ربنا يسهل يا عم. طب تعالى نتصور. ورحمه امي انا بقول لك اهو لو مشيتي من الحفله بعد ما وعدتيني ما هطلعك من الفيلا سليمه. تمام طيب هنشوف الموضوع. طب في حد هيصورنا ولا احنا اللي هنصور؟ معكيش موبايل؟ لا مش معايا. طب تعالي بقى عشان موبايلك هناك. اتفضلي. هناك فين؟ هناك. اتفضلي. مفيش. جيراس. خلاص مش كفايه؟ لا لسه فاضل واحد. يا عم اتصورنا 500 صوره انا رجلي وجعتني. طب ممكن نتصور اخر صوره عشان اعلقها في الشارع؟ انا بجد تعبت. اخر صوره. ماشي بس اضحكي. هضحك في الصوره. طب اضحكي جربي. مش هعرف اضحك دلوقتي في الصوره. ما انا عايش. هي ضحكه واحده. هضحك في الصوره؟ هضحك في الصوره. يلا واحد اثنين ثلاثه. انت
اتجننت؟ في ايه؟ ايه اللي انت بتعمله ده؟ ايه اللي انا بعمله ايه؟ انا غلطانه على فكره اللي انا اتصورت معاك. انت غلطانه على ايه؟ يا عم الاحترام ما بينفعش مع اللي زيك. ده البت انا في السويد الواحد يعني بيمشي مع 24 ساعه ما بتعملش اللي انت بتعمليه ده واحلى مني وشعرها احلى مني. ايه ده؟ انت بقالك فتره صاحبتك مش عجباني. ليه؟ واقف متسمر مكانك كده بقى السحبه مش هتجيب رد للصاله. عشان شايل الهم والله. ليه؟ البت مش عايزه تحبني خالص. ما انت قافش فيها زي العنكبوت. ما انا عاملها ايه؟ سيبها تطير، لو بتحبك هتجيلك تاني. ارقص. ارقص ليه؟ غصب عنك ترقص. اسحب لي السحبه. دينجيرس. دينجيرس. يا دايما بتعمل ايه؟ كويس جدا بابا، لازم حضرتك توافق ان علوه يروح المدرسه الجديده دي، لانه لو فضل في المدرسه القديمه مستقبله هيضيع. ومالها مدرسته القديمه؟ دي مدرسته القديمه دي فيها حميده الناني وعطيه الجنزير واسماعيل شلالح، ده العيال دي ما عورت بعض. ايه يا بابا اللي هو بيقوله ده؟ وغلاوتك عندي لو اعرف انا اساسا هو عاوز ايه لكنت قلت لك. اهو انا بقى يا بابا مش عايزه علوه يطلع كوبي من شلالح ده. ايوه بس ايه بقى موضوع الانترفيو ده؟ الانترفيو ده عباره عن مقابله، هيعملوا معانا مقابله، هيمتحنونا شفهي كده. هو احنا اللي هندرس؟ ما هو يا بابا دي مدرسه كبيره والاولاد على ليفل معين من التفكير، فلازم يبقوا ضامنين ان لو في طالب جديد متقدم بنفس ليفل الاولاد اللي عندهم. احنا ما بنروحش لحد، اللي عايز يعرف ليفلنا يجي لنا الليفل بتاعنا، عشان احنا نخاف نطلع ليفل اعلى من ليفلنا نقع في الليفل فيه. ايمون يا حبيبي، انت بتحبني ولا لا؟ بتحب علوة اخوك الصغنن الجميل ده ولا لا؟ بتحب بابا ولا لا؟ اكيد بتحبنا. دلوقتي بابا شقي وتعب سنين كتير قوي 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 عشان يربيني انا وانت، فجه الوقت اللي احنا نقوله شكرا يا بابا ونشيل عنه شويه، وانا وانت نتحمل مسؤوليه علوه ونضمن له مستقبل جميل باذن الله. انا ما بكرهش حد غيركم. نكمل. I am Ayman. I love my brother. This is علوه. My small brother. I am big. He is small. I want him be great. سيبك بقى من التخلف اللي انت بتقوليه ده كله وركزي معايا عشان عايزك في حوار مهم. عايز ايه يا ايمن؟ دلوقتي انا بحب بنت في مانشستر سيتي، البنت دي انا بحبها قوي، اجنبيه، تمام؟ فعايز اول ما اشوفها اقول لها كلمتين، فعلميني كلمتين بما ان احنا قاعدين في حصه انجليش. طيب بص يا ايمن، انا وانت دلوقتي هنعمل مع بعض ديل. ماشي. لو انا ساعدتك في البنوته الاجنبيه اللي انت عايز تعرف عليها دي، هتساعدني في موضوع اخوك وتشرفني بكره عنده في المدرسه؟ هشرفك. وعد؟ وعد. اوكي. عايز تقول لها ايه؟ عايز اقول لها انا عايز امشي معاكي في الحرام. ايه اللي انت بتقوله ده؟ عيب. انا اختك الكبيره، ازاي ساعدك تقول حاجه زي دي؟ الله، ما اجنبيه. يعني ايه اجنبيه؟ يعني هي اصلا ماشيه في الحرام طول عمرها. هو اجنبيه مش بنت ناس؟ بنت ناس ايه؟ ده ابوها وامها اصلا ماشيين مع بعض في الحرام. خلاص 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 يا رب، استغفر الله العظيم يا رب، استغفر الله العظيم يا رب. انا هساعده بس والله العظيم يا رب، انا عندي هدف نبيل ورا المساعده دي عشان اخوه صغير بس مستقبله ما يضيعش، سامحني يا رب. خلاص يا ايمن، بص هتقول لها I want you. انجزي. I want you in naughty. تمام، دي بالعربي. بالانجليش ايه بقى؟ ما تستعبطش، هي كده خلاص. هي دي كده نطقها كده يعني؟ ايوه نطقها كده. ماشي. I want you naughty. ايوه خلاص امسحها. تمام امسحها امسحها خلاص، ما تقولش اصلا. ما تقولش الكلمه دي خلاص، ما تقولهاش بقى، عيب، اخوك الصغير عيب. بس هي كده تيجي معايا البيت على طول ولا كانت هتيجي كل حاجه هتتعب؟ خلاص خلاص بقى خلاص، من فضلك ركز معايا. ولا هحتاج اقول حاجات تانية؟ بس بقى خلاص، مش هتحتاج تقول اي حاجه. هتخلص دي يعني؟ ابوس ايدك يا ايمن، ركز معايا بقى. ماشي. عشان ساعدتك؟ ماشي. يلا. I am Ayman. This is my small brother. علوة. I am big brother of علوة. I want علوة be great. I love him. اللهم لا استعزك. نازل وانا ماشي. حبيبي يا توك توك. ازيك يا حاجة؟
عامله ايه؟ روقي الجرجير كويس عشان معفن محدش بياكل. يما في ايه؟ اطلع عد بالموبايل يابا. والله العظيم لسه بايعه. طب اطلع عد بالمحفظه. ما انا ما بشيلش محفظه. شلش محافظ ليه ياض؟ عشان ما جابوليش. ما جابولكش ايه ياض؟ ما جابوليش في البيت والله. ما جابولكش محفظه في البيت. ايه بتفتش ليه؟ وكمان هتقول لي معكش فلوس ها؟ لا ما انا مش معايا فلوس لان احنا فقراء وبعدين انا هخبي عليك ليه؟ ياض ما انت لسه قايل ياض بايع الموبايل ياض من يومين ياض. ايوه بايع ببلاش. انت مبذر ياض ولا ايه؟ مش مبذر لاني والله شكلك مبذر ياض. انا اسف. والله العظيم شكلك مبذر. انت مش مصدقني ولا ايه؟ انت بتفتشني؟ انت مش مصدقني؟ لا ده انت صدقني لان انت حرامي شريف وواقف في عز الظهر فاكيد محتاج فلوس فانا كنت هديك عادي. والله كلامك عجبني. الله يخليك. اسمك كريم ايه؟ همام. عاشت الاسامي يا عم همام. الله يكرمك. ماشي يا عم همام. شوف وراك ايه يا حبيب قلبي واتكل على الله. يلا حبيبي. طب بقول لك ايه ما تشغلني معاك حضرتك. شغلك معايا فين ياض؟ يعني اشيل لك المطوه واظبط لك البشله. ياض وانا واقف في سنترال ياض ما تخلاش بقى ياض نايم معاك السليمه ياض بقى على المس. انت جبت المطوه دي منين؟ المطوه دي ياض من السنبلاوين. علي وحسين. علي وحسين. اه. حلو ياض الكلام ده ياض. بقول لك ايه ياض؟ اتكل على الله بقى عشان المطوه دي ما تزغرطش على وشك وتعمل معاك السليمه. لا انا اسف حضرتك اتفضل. يلا حبيبي شوف وراك ايه. ماشي قشطه ماشي. عيل بقه ربنا كنت هموته والرمله دي تشهد يا منطقه ما فيكش راجل ولا ما عاد انت يا كبير ما عاد انت انا بحسب لا ما تحسبش معلم ايمن ايه ده ايه الحلاوه دي مبروك يا واد وطي صوتك ليه يا عم وطي صوتي ليه مبروك على ايه مبروك على العربيه الجديده ده انا سارقها دي سارقها اه سارقها من مين اسمعني بقى كويس يا مرتضى احنا لازم نبقى قد العمليه الكبيره اللي احنا داخلينها دي دلوقتي عمليه ايه اقرا المسج ده بحبك يا حيوان يا مفترس لا مش دي اقرا اللي تحتها وحشتني يا حيوان يا منقرض يا عم انت ليه جايب صفحه الحيوانات ما هي دي الرسائل يا عم انت خش على الصفحه اللي جنبها لقينا تماثيل ذهب وعايزين حد امين يصرفهم ايه ده ايه ده مين اللي بعت لك الرساله دي معرفش بس هنتصل بالرقم اللي متصل بينا ده ونعرف الراجل مكانه فين ونروح ناخد منه التماثيل دي ونبيعها ونقب على وش الدنيا انت عايز تتاجر في اثار بلدك مش بلدي اتاجر فيها انا احسن ما حد من بره يجي ياخدها مننا ويتاجر فيها هي وجهه نظر صح اه طيب ربنا يكرمك امسك ربنا هيكرمنا بقى ان شاء الله لان انت هتيجي معايا ده يا حبيبي انت خاين واتاجر في اثار بلدك انا ما اتاجرش في اثار بلدي ما بيعش انا الاهرامات وابو الهول وبرج القاهره خليك انت بقى كده قاعد في السينما تجيب فشار للناس وتقعد تقول للناس كل سنه وانت طيب واهلا بالعيد عشان تاخد جنيه ولا اتنين تروح بيهم ولا بيجيبوا حاجه انما انا بقى لما العب بالدولارات ساعتها بقى هتعرف الحصره جايه فين طب انا اروح استاذن من الشغل وانت كلم الناس عارف هما فين ونقابلهم ماشي بس بسرعه حاضر انجز عشان العربيه بقول لك مسروقه ماشي ماشي مش هنتقبض علينا من قبل ما نمشي متخافش يا عم اهلا العرباني مرحبتين اهلا العرباني مرحبتين اهلا العرباني مرحبتين اهلا العرباني مرحبتين اهز هز هز وين ترقص يا جمل جمل بيرقص في ايه خلاص خلاص في ايه جايين كباريه اقعد يا السلام عليكم يلا بينا خد يا اقعد هنا وين تقعد يا منور يا ابو منور اقعد يا ناسفين يا حاج انتم مين؟ انا ايمن ايمن حفني ايمن حفني يا عرب في انا ايمن يونس وانت؟ انا مرتضى ايه؟ ايوه هو يا مرحب يا مرحب بالرجاله يا مرحب وجايين ليه؟ احنا كنا جايين نمضي السلعاوي السلعاوي مضى خلاص لا حول الله يلا بينا يا سيدي لا حول الله ايه وما سلعاوي ايه؟ انا اتبعت لي رساله بتقول ايه 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 انت هتقول له كده افرض مش هو مش تتأكد؟ انت ايوه قول له قول له ايه مش يمكن كذاب ما قلتش والله ما حلفتش مش يمكن الراجل ده لا هو انت الراجل ده قاعد تمويه انا فاهم فجستني ايوه فجستك تمام كمل يا انا بعت لي رساله يا عرب بتقول ان في تماثيل ذهب موجوده عندك وانت عايز تصرفها صح الكلام ده يا فرج الله تم جايين عشان الرساله أنا بعت المسج دي للتسعين مليون إن حد يعبرني ويجي مفيش علي الطلاق معايا أثار بجد ومحدش مصدقني طب أقول لك على حاجة علي الطلاق بعت الرسالة دي للشرطة إن حد يجي يقبض عليا مفيش أعمل إيه أطخ أبويا
اهدى 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 احنا جينا اهو احنا جينا اهو صلي على النبي عليه الصلاة والسلام انتم جميلكم ده فوق راسي فوق راسي احنا عايزين تكلمنا على التماثيل انا عندي غير التماثيل الفرعوني تماثيل اسكندرية وتماثيل استاديو مصر وعندي التمثال ابو عجوة بتاع قريش لو ليكوا خيال في الكفرة يعني لا مش عايزين ابو عجوة حاضر عينيا ليك معايا بقى التمثال العروسة الحلاوة بتاع مولد النبي معاها كمان العلبة الثلاثة كيلو حلاوة اللي هي الاجراس ولا مؤاخذة في الكلمة الملبن وبتاع عشان ايه التشكيلة على بعضها احنا جايين العبد ولا في ايه يا عم في يا جماعة في ايه طب دول مبيعات يا شيخ ولا انت ايه فين بقى التماثيل دي التماثيل دي انا مخبيها في أأمن مكان في مصر خلاص احنا مستنيين هات الآثار وتعالى انا هخلي الناس دلوقتي تيجي تسليكم وانا هروح اجيب الحاجة واجي ماشي تمام ماشي الف شكرا طب وابوك هيفضل معانا يلا يابا عشان تاخدوا الدواء يابا يلا يابا تعالوا يا حبايبي تعالوا تعالوا يا حبايبي انتم مين احنا اصحاب الخيمة اصحاب الخيمة ايوه يا حبيبي انا الطحاوي صاحب الخيمة وصاحب المنتجع السياحي ده كله انتم مين وعايزين ايه ما تقتلونيش خدوا كل حاجة ما تقتلونيش انت مجنون يا عرب نقتلك ايه احنا بتوع الاثار اللي جينا نقولك عليها من شوية بتوع التماثيل أيوة. يا حبيبي انتوا ده انتوا جميلكم ده فوق راسي والله جبت ايه بقى دي بيسكو مصر ولا بتاعت اسكندرية التماثيل دول يرجع تاريخهم للأسرة التامنة العيال دي اتربوا احسن تربية ابوهم الراجل العصامي ده كان من اكبر تاجر عجلات حربيه في الشرق الاوسط والفراعنه كلها طب ممكن نشوفهم بقى لو ما في ممنوع اللمس نشوفهم ده شغل وبزنس شفت ابويا اللي روحي فيه وبسطه وحضنته ده علي الطلاق لو لمسهم لشج بالطول طب نتكلم بقى في المهم اتفضل احنا هنبيع الاثار دي احنا طبعا هناخد الفلوس انا ومرتضى زي ما انت ما قلت في الرساله صح صح وناخد ايه انت تاخد الثواب ده انتوا جايين بقى تعملوا عمره مفيش الكلام ده الحاجة هتتوزع بما يرضي الله زي ما كل تجار الآثار بيوزعوها هتتوزع ازاي يعني؟ 2% 2% عشان الواد ده انا بيه وبحبه 1% عشان انت لمد وبكرهك من اول الموضوع والباقي هنصرفه على علاج ابويا الله يمسيه بالخير طيب احنا عايزين بقى نمشي منه مفيش مشان دلوقت مفيش ده الدنيا ملبش بره علي الطلاق لو خرجنا لقناص يصطادنا من دماغنا هيفرتك لك نفوخة طيب هنعمل ايه دلوقتي بقى دلوقتي بما ان ابويا جافل على الحاجة فانا هسليكم تعمل ايه طرق احكي لكم قصتي عارفين ابويا ده ابويا اللي انتوا شايفينه انت بتحكي خلاص اه لا مؤاخذة في الكلمة يعني ابويا ده خش بقى كده كان اكبر تاجر بانجو في المنطقة كلها السلام عليكم عليكم السلام. عليكم السلام يا ما شاء الله يا ما شاء الله ده ايه الخير ده كله حتشبسوت وحورس وكلوباترا وسوبر ده تاجر شنطة ولا تاجر اثار الا البضاعة دي بتاعت مين في يا عم مالك في ايه بتاعتنا انت متأكد اه متأكد طب خلاص القضية خلصت كده يلا بينا على الاسم بقى نكتب المحضر في الرواقة كده في التكييف لا يا باشا البضاعة دي مش بتاعت الناس دول الناس دول أتفه من إنهم يبقوا تجار بوم الحاجة دي يا باشا بتاع تاني عارف ليه؟ ليه؟ عشان أنا ما تربيتش أبويا معرفش يربيني الله يخرب بيت أبوك ما قعدنا في الخيمة من الصبح لحد بالليل ليه ده احنا لو حاجزين دي يوز مش هنفضل قاعدين كل ده يا ده عايز أطلعك من القضية زي الشعرة من الفطيرة متخرجوا ليه يا عم انت خايف من ايه؟ ده ظابط يمني ملوش اي حكم علينا ظابط يمني ايوه يا عم بالمره نفرج الباشا باقي على الاثار اه بس هات لنا حاجه غير المعطوبه دي الله يخليك يا باشا حاجه كده من على وش القفص كده كرمني يعني عشان ابقى زبونك انا ممكن اخد منك الحاجه المعطوبه وامشي مفيش مشكله بس مش هجيلك تاني رب زبون علي الطلاق ده ما خرج من الثمانينات من حرب الخليج التمثال ده معاه هديه بلا فخر منبه لا ما انا بظبط المباجي ماشي يا باشا في اوبشن تاني لاطفال سعادتك الجرد ابو درمز اه حلو ده جديد هات لي بقى واحد اصفر في بني ماشي يا باشا عينيا ليك ومعانا حاجات جديده قبل ما يوريك بقى احنا كده خلاص ملناش مكان بينكم انتوا شكلكم خدتوا على بعض كملوا انتوا المسيره لا اتوكلوا انتوا على المنطقه ماشي كفايه انتوا عرفتونا ببعض سلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته مش هنتصور معاك لا كفايه قوي لحد
طلع كده بقى وورينا. في حاجات يا باشا مفتخره هي ده يعتبر بمثابه ابن خاله ام لازم. طب انا رايي اللي احنا نروح نحل المشاكل دي في الاسم، فسيب كل حاجه زي ما هي وهم هيجوا ياخدوها دلوقتي، اما انا وانت المفروض ندردش شويه كده عشان نعرف نقفل المحضر ولا ايه؟ عناية ليك يا باشا. انا متفائل خير والله، مش والله وانا متفائل خير يا باشا. امال فين ابو فياض؟ عناية ابو فياض مع ابويا. هيخش معاك السجن وهتنبسط. خسران الله نشوف بس يلا فك يا واد اللي يلعب معاك تاني. يا حد يترمس اقعد يا ابو. انت واد اللي يلعب معاك تاني اقعد يبقى. ما انت عشان تموت يا عشان بتخسر عم رمضان. يا كذاب يا خمام لسه خسران. الله غشاش تلعب. انت كنت فين يا ابني انت وهو؟ ايه ده انت بتخضنا ليه كده يا عم؟ في ايه؟ كنت فين؟ كنا في السايبر. طيب انتوا فاضيين؟ ايوه يا عم، ما بقول لك كنا في السايبر يعني سيا. ايوه يعني ما عندكوش ارتباطات مش هتصيعوا في حته تانية حاجه. الله. طب ماشي انا عايزكم في حوار. لا احنا ما بنعرفش نجري حوارات يا ابني. وانا بقول لك تعالى على السي بي سي. انا عايزكم في حوار كده. عايز ايه؟ بس مش عايز لفه تشوفنا. بس دلوقتي انا لافه شفتها متضايقه بسبب حوار الفيلم اللي كانت متعشمه فيه ده وعاوزه ابسطها. انا معايا 200 جنيه فابسطها ازاي؟ يعني بتحب الكاجو اجيب لها كاجو؟ احنا مالنا احنا اصلا؟ طب ابسطها ازاي؟ احنا انتوا ايه؟ ابسطنا احنا تبسطها هي. ازاي؟ هي بتحب تشوفنا مبسوطين انا وعلوه، فادينا انت ال 200 جنيه اخرج انا وعلوه نتبسط، فهي لما تشوفنا مبسوطين هتتبسط. مش صح كده يا حاجه؟ صح. اهو تمام ماشي. بس امان عليكم. امان عليك يا ايمن. امان عليك يا عمر. ايوه اتبسطوا قوي. أيوة. قوي ايوه. عايزنا اتبسط قوي. هات 200 جنيه تاني فوق الاولانيه. ماشي. طب اجيبها لكم من فوق. ماشي ماشي. خليكم هنا. هنا ماشي حبيب. ماشي كسبتك. مش مهم احنا نسرق فلوس. اه صح. طب ما اختك فنانه هي وبتمشي على الارض عادي. فنانه ايه بس؟ احنا شفنا منك حاجه ولا شفناكي في حاجه؟ طب انا عايز اسلم عليه والنبي عايز اتصور معاه، انا بحبه قوي. عايزه تسلمي عليه؟ ايوه. هتسلمي عليه في ايه؟ يعني خش عادي؟ نخش عادي. يوم في حياه فنان الفنان الجميل حسن الرداد ضيفنا. ممكن تقولي بتقضي يومك ازاي يا حسن؟ والله انا يومي بحب ان انا دايما ابقى يبقى مفيد يعني، فبحاول اقسم وقتي على قد ما اقدر. اول جزء بالشغل على التمثيل وعلى المجال بتاعي، وجزء بحاول ان انا اديه لعيلتي. تالت حاجه بحب بقى الناس الجمهور. الواحد اصلا ما يسواش اي حاجه من غيرهم. الواحد يعني دايما يبقى متواضع. صباح الخير عليكي احلى فنان. صباح النور. اهلا وسهلا. احنا في البرنامج ولا نعمل كات يا استاذه ولا نعمل ايه؟ لا لا خليك داير زي ما انت. ده يوم في حياه فنان لازم نصور كل حاجه. ازيك يا حسن؟ ده انت مقلب؟ لا خالص مقلب. لا لا خالص. ايه انا لهفه الحلواني. انا زميله على فكره، يعني انا اشتغلت مع استاذ حسن قبل كده. انت ممثله يعني؟ انا ممثله وجه جديد. اهلا وسهلا ربنا يخليك. وانا ايمن مدير اعمال استاذ حسن ابو علي. فعلا ايمن فعلا مدير اعمالي. انت معانا في. انا معاك على فكره في حق معاك، بس لسه ما خدتش اوردر. تحت امرك يا لهفه. لا انا فنانه بغني وبمثل وبرقص وبعمل استعراض، وبمناسبه الكاميرات النهارده انا كنت عايزه اعلن ان انا كمان بكتب. لا بجد؟ وانا كاتبه لك فيلم على فكره. والله والله يعني يمكن متواضع جدا لعلم حضرتك. انا عايز اشكرك. متشكر. متواضع جدا وهو بيحب الناس قوي. ربنا يخليك. بيحب لهفه ومعاها ان شاء الله في الفيلم اللي جاي. امال ايه؟ يا رب ان شاء الله. فيلم قريب. طبعا هتعمل فيلم قريب مع لهفه؟ يعني لسه هو كلام. وعلى فكره انا ورثه الفن عن بابا بجد. بس هو هيغير بقى بزنس التمثيل وهيتجه للانتاج، ودي شركه انتاج جديده هو عاملها. لو عندك اي اعلان اي حاجه. حلو الحلواني انتاج الفن. مش عايز تسمع الفيلم ولا ايه؟ لا يا حسن عايز احكي لك الفيلم. طب خليها تحكي لك قصه الفيلم. ده هي اللي كاتباه يعني. طب على الهوا عشان الناس تبقى عارفه الفيلم قبل ما تخش. الفيلم بقى بيبتدي على مشهد اكشن خطير، بينط من اسانسير وهو بيشيل البنت، حاجه رهيبه. وبعدين هو هيبقى باباه دكتور، بيسرقوا الثلاثه اللي العيانين اللي في العياده. ثانيه واحده. وبعدين بيختفي. انت كاتبه السيناريو ده؟ ثانيه واحده. ده فيلم زنقة الستات اللي انا عملته. مش نجح. ايوه اعمله تاني. الله في ايه؟ مش نجح. افرح. ايوه نجح يا جماعه. اديني فرصتي انا. هو مش ده. معلش يا لهفه احنا اسفين. زنقه ستات لحد هنا وخلاص. انا بقول لك الثلاثه هيختفوا، الثلاث بنات هيختفوا. ده انت دي يعني. وبعدين انا باجي انقذك.
تنقذيني؟ هو في خطر على حياتي؟ ما هن دلوقتي بقى هنعمل بعد كده انا وانت اكشن مع بعض، وهنمشي هنمشي هنمشي سلو موشن كتير، هنعمل بقى اغنيه. يعني احنا نمشي سلو موشن؟ ايوه. ده ما شاء الله دي عندها كمان رؤيه يعني. لا خلي بالك انا عامله له الفيلم، يعني هيبقى فيه اكشن، هيبقى فيه استعراض، هيبقى فيه كوميديا، هيبقى فيه تراجيدي، هيبقى فيه حاجات كتير جدا. ما شاء الله جداً. ده فيه كل حاجه موجوده شاملة. في الفيلم طبعاً. يعني شوفي طبعاً. شوفي الناس مليانه، في مواهب كتيره موجوده في المجتمع ما طلعتش لسه. ربنا يخليك. ما شاء الله يعني بتفكرنا بالنجوم بتوع زمان اللي شاملين نعيم عاكف والحاجات دي. انا عايزه اقول لك حاجه، يعني انا اصلا مش مصدقه ان انا واقفه قدام حسن اصلا. والله انت بتعملي كابتو دقيقتين بس وبعد كده لا نكمل. احنا بنسجل لازم نكمل. احنا وقت هنتكلم، قولي بقى احكي لي من وانت صغير، اللي كان اكيد كان ليك اصحاب، هل صحابك دول فضلوا معاك لما كبرت ولا بقى عندك صحاب تانيين؟ لا عنده صحاب تانيين طبعا. انت تعرف صحابي منين؟ امال ايه، كان يعني بيأجر كوره ويروح يلعب لوحده حضرتك. ليك بقى منط في النيل. اه يا ايمن كنت ناسي الحكايه دي خالص. فعلا انا مره كنا ماشيين واحنا صغيرين، وبعدين مره واحده قلت له تراهني ايمن انا ممكن انط في النيل؟ انا كنت بهزر بصراحه. قال لي ما تقدرش. فانا بصراحه ايه، عارفه الواحد وهو صغير عنده كده يعني طبعاً. حاجات فسخنت وبتاع، ونطيت فعلا في النيل، وتاخرت يوميها بقى وجالي برد وقعدت اسبوع. شفت بقى لما كنا شافوك دلوقتي ما كنتش افتكرت الحاجات الحلوه دي. اه طبعا. لا هو الواحد بيقابل صحابه بس طبعا عشان مشاغل الحياه احنا بنختفي وبنروح ونيجي. بس اكيد اكيد يعني طيب حسن اكيد طبعا. حسن اكيد كل بني ادم في الدنيا بيبقى عنده مواصفات لفتى الاحلام او فتاه الاحلام. حسن الرداد فتاه احلامه مين؟ انا بحب البنت الحقيقيه طبعا مش جرافيك. يا ابني ثانيه واحده ثانيه واحده حبيبتي ثانيه واحده ثانيه سونسون. دلوقتي الحقيقيه دي اللي هي ايه؟ يعني زي كده لما انا دخلت على طول بكل جرأه وكان حاجه بتشدني بتهزمني تدخلني على طول هنا بكل تلقائيه، هي دي الحقيقيه. يا سلام، ده شرف ليا والله. وانا هفكرك في يوم من الايام هتشوفيها هتبقى حاجه كبيره قوي. يا رب ان شاء الله. باذن الله. ربنا يخليك. انا والله انبسطت ان شفتكم. هو ليه البرنامج بهتان كده حضرتك؟ يعني في ايه؟ عايزين اغنيه استاذ ابو علي بصوته ده ايه؟ ده صوته جميل. صوت مين؟ يعني حاجه عشان ينزل نقطع على اليوتيوب وننجح. يلا يا حسن سمعنا حاجه. انا ممثل يعني انا غنيت بس كده في الفيلم. لا لا صوتك جميل ورقصك قمر وتجنن. والله العظيم كنت تجنن. طيب عايزين ايه؟ يلا يا وحشني ديني رنه. ايوه هتلاقي الدنيا جنه. ايوه هتلاقي لعمة فتح. ايوه واللك راس قمو غنى. ايوه هوبا. ايوه يلا هوبا. والله انا مبسوط، انتوا عملتوا حلقه حلوه قوي قوي. انا مبسوط جدا بيهم والله، مبسوط بالحلقه بتاعتهم. دلوقتي اكيد هتساعدها صح؟ بليز بليز. حاضر اساعدك من عينيا الاثنين. انت شوفي انت عايزه ايه، وانا ان شاء الله انت معايا في المسلسل باذن الله. ما عنديش شك في جدعنتك ابدا بجد. ودلوقتي هوريكي استاذ حسن هيساعدنا ازاي. يلا بقى فرق بقى فرق بقى. في ايه؟ فيلمك جديد يا حسن. انت مالك انت مالك انت فيلم جديد يا ابني؟ ما تقولش على الناس كده. ماشي ماشي. ديو مكروت. اهلا وسهلا. اهلا معلش. ده اهلا وسهلا. ازيك؟ لهفة بطلة فيلم حسن الجديد. اه عبد الحميد الدقاق بطل العالم. يلا يلا ادي ايلي. ادي ايه ادي ايه احلف له ايه؟ معيش كروت. اتفضل سوري. لا فرق بقى فرق بقى واعمل بلومتك بقى يا اخي بقى. حاضر 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 يا استاذ عبد الحميد. خلصنا تصوير الحمد لله. الكاميرات مقفوله. اه ثواني يا ريس ثواني ثواني يا ريس. ناكل بقى ناكل. ده انا هاكلكم حته الدرع. خد على علي بس. حضرات السادة الأفاضل، دلوقتي مع أخطر فقرة في السيرك كله، فقرة الحيوانات المفترسة. أنا شخصياً بخاف أعملها اللعبة دي، بس هعملها من أجل إسعاد البشر كلها، من أجل إسعاد الأطفال الصغيرة والأطفال الرضع، عشان يكبروا يعرفوا إن في رجالة في البلد ديت. إحنا بنموت عشان انتوا تتبسطوا. احنا ايه؟ بنموت عشان انتوا تتبسطوا. اسمع تحية كبيرة اوي للحيوانات المفترسة اللي هتخش دلوقتي يا اخوانا. تحية. يلا جمعة خش يا جمعة بالحيوانات. اللي خايف يروح يا اخوانا. ماشيين ده مبدئيا. ايه دول يعني؟ بقالي 3 سنين بدرب فيهم اخطر معيز مفترسه في العالم العربي كله والافريقي. بيتغذوا على التعابين اللي هي المجارس، مش التعابين العاديه، التعبان المجارس بيتغذوا عليه. يلا يا ليلى يلا يلا على دي. يلا اهو زي ما اتمرنا يا ليلى.
يا ليلى زي ما تمرن. هو يبدا بانه يهود الناس انما الاسلوب جاي. يلا دلوقتي مره بتعملي ايه؟ يلا واحد تاني، يلا انزلي انزلي يا بنت الجح. يا بنت رد عليا، احنا مش اتدربنا؟ مش بنقف على فوق وبننزل؟ ها في ايه؟ متضايقه من حاجه؟ انزلي يا متخلق. ايوه ايه ايه، سقفه كبيره وحياه ابوكم، سقفه كبيره. والان مع اخطر حركه في الفقره هيعدوا من عليا وانا نايم على الارض. يلا يا ليلى يلا. يا رب ما افتكرونيش اني برسيم يا رب. يا جماعه افتح الباب المعيزه هتموتني. يلا على جوه، يلا يلا يا نانسي يلا. شكرا شكرا. فالنتاين داي يا ايمون. هابي فالنتاين داي يا رشيدة. هتعمل ايه في الفالنتاين؟ هعمل ايه في الفالنتاين؟ انا مش هعمل حاجة في الفالنتاين، انا عايز الفالنتاين هو اللي يعمل فيا، لان انا وحيد. يعني مش هتقابل صاحبتك؟ هي فين صاحبتي دي؟ انا ماليش صحاب. ايه ده؟ انت لسه لوحدك؟ معقولة يعني مفيش جديد؟ مفيش جديد والله يا رشيدة، يعني مفيش حد عايز يبصلي، تقريبا بيقرفوا مني. طيب لا ما تقولش كده وما تزعلش نفسك، بتعيط ليه؟ بعيط ليه؟ عشان انا النهارده كل واحد ماشي مع الكلبه بتاعته وانا مش لاقي كلبه امشي معاها. طب خلاص انا هاجي على مصر بكره واقضي معاك الفالنتاين. ايه هتيجي على مصر؟ هتيجي امتى؟ بكره. اه بس يعني كده مش عارفه هلحق احجز اوتيل ولا لا. مش مهم الاوتيل، الله احنا عندنا بيت وعندنا شقه، تعالي اقعدي معايا في البيت، ده احنا هنظبط لك الدنيا هنا. تلفزيون وركز معايا ايه؟ شويه. عايزك في حوار مهم قوي. عايز فلوس؟ لا كفي نفسك، انا مش عايز فلوس، انا عايزك في حاجه اهم من فلوس. بدات تقلقنا، في ايه؟ عايز ايه؟ انا في واحده صاحبتي مغربيه اسمها رشيده جايه مصر وعايزها تقعد معايا في الاوضه، انا وهي وبس. اتجننت يالا؟ جننت عبيط؟ انا ما عنديش الكلام ده. لا 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 معلش يابا، عشان دي مغربيه وما بتحبش اي حاجه في مصر، لا بتحب الاهرامات ولا البرج، ما بتحبش حاجه غير ايمن. ده عشان ايه ده الكلام؟ عشان سمعه مصر يابا. ما ينفع يرضيك. انا قلت لها اه يابا، يرضيك ارجع اقول لها لا؟ تيجي هي تروح المغرب تقول الشباب المصري حابه يقولوا اه وحابه يقولوا لا؟ لا عشان سمعه مصر كمان، ده انا رقبتي عشان سمعه مصر. يعني اقول لها تيجي؟ تيجي. اتفضلي. ميرسي. هلا 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 هلا. هاي اهلا يا حبيبتي. اهلا. دي المفروض خالتي. اه التهال. اهلا وسهلا. ده الواد اخويا. ايه في ايه؟ ماله؟ ده المفروض ابويا الحلواني. الله حلواني، يعني بيعمل قطايف وكنافه وكده. الله 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 الله، ايه القلش ده؟ انا بحب اللهجه المصريه وبحب القلش بالذات 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 بالته بالفه بالته بالفه يعني كتير. ما تقوليش كده، ايه؟ هتفهمي مغربي؟ طب هتقعدي معايا في الاوضه. خلاص بقى خلاص، احنا هنقف نسلم كتير، يلا الاكل هيبرد. طب انا اروح اغير ياما وبعد كده اجي اكل براحتي. ماشي روح يا اخويا. انا بحب الاكل المصري بالذات بالذات. بلاش يا بنتي الاكل، هتقعي مننا على الارض. مننا ولا من هناك؟ لا 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 لا، انا عارفاكم انا عارفاكم يا بتوع المغرب، بتموتوا في الاكل المشطشط. انا بقى عامله لك اكل بالهوتسوس. الهوتسوس اللي هم غلبوا احمس. نبيد مين؟ حمادة سلطان بس على قمر. ام اريل. بقى البت تخرج من الاوضه وتروح لحد الصاله من غير ما تكلمك في الطرقه يا حمار. يا دي عبيد ده سيم عشان ما اجيبلهاش ليا. وبعدين انت خارج ولا ايه؟ اه انا خارج مع صاحبتي يا ام اريل. طب ما تاخدني معاك. اخدك معايا فين يا ده متخلف انت؟ انا خارج انا وهي بس. يعني ايه؟ يعني مش هينفع. لا هينفع. مش هينفع. هينفع. بقول لك مش هينفع. هينفع. يا ده همد ايد عليك يا. والله ما تقدر. طب اقول لها. طب لو ليها اخت صغيره يبقى لغيني. يا ده عيب يا. لا مش ايه. هسالها بس البس كويس، البس كويس. يما عايزه تتجوزي؟ ماشي. ايه ده بس يا مرتضى، ما تعملش في نفسك كده. انت ليه دخلك؟ ما انا داخل اهديك انت برضه مهما كنت واحد نعرفه. شكرا يا ايمن. ما يصحش يعني سيبك في الحاله دي، عيب. شكرا. انت ايه اللي مضايقك بس دلوقتي؟ ايه اللي مضايقني؟ امي تتجوز في السن ده وتقول لي ايه اللي مضايقني؟ انت متخيل المنظر؟ منظر مقزز يا عم. ايه المشكله يا عم؟ امك. لا مش امي.
مش امك ايه انت جاي تستعر منها دلوقتي؟ مش دي اللي شالتك 9 اشهر في معدتها؟ يعني انا كنت عايز انزل من 5 شهر اصلا بس مش عارف. يعني ايه يا مرتضى؟ دي امك يا مرتضى سيبها تفرح شويه، دي مش دي اللي كانت بتعمل لك الصبح سندوتشات لانشون وانت رايح المدرسه؟ لا انا كنت باكل من العربيه عادي. يا دي النيله فيها يا مرتضى؟ انت عشان غضبان شويه هتنسى فضل امك عليك. دي امك يا مرتضى. خلاص بقى. طب اقعد بقى. ليه؟ عايزك في حاجه. ايه؟ تعالى. انت املك منها؟ بجد؟ انا اصلا بكرهها. ماشي. هتعمل ايه؟ هقتلها. بس تساعدني. ازاي؟ تجيب لي الفلوس وتجيب لي البضاعة وتقابلني يوم الاربع الساعة 8:30 بالليل في الشيراتون. فين في الشيراتون؟ في نص الشيراتون. تمام؟ هنقعد مع بعض ناكل اكلة حلوة وناخد اوضة وننام. ونصحى تاني يوم. لو افتكرنا حوار امك ده نبقى نقتلها، ما افتكرناش يبقى خدنا اوضة وانبسطنا وعشنا. ولو بعد كده عايزنا نقتل امك نقتل لك امك. تقتل امي؟ اه. بس دي امي برضه. شفت؟ عرفت ان انت قلبك ابيض. الف مبروك والمصحف فرحانين فرحه يعني، ولا اكننا احنا يعني اللي في الفرح. لا 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 خد يا باشا، خد يا باشا. الله يكرمك. لا باشا لا حاجه ساقعه دي مش سخنه. لا لا ده احنا جايبينها دي ايه؟ ده احنا جايبينها من بره. بقول لك ايه يا مرتضى؟ اؤمر. في مشكلة تحت جامدة أوي. خير؟ الواد شحت حالف طلاق 3 يديك علقة موت. ليه إن شاء الله؟ عشان عايز تجوز أمك حد غيره. عيب، الواد شحت أولى بيها، وبعدين لو شحت مش كويس أنا أتجوز أمك. أنا زي أنا جاركو، أنا أولى بيها أشوف الحاجات دي. هو أنت أولى الصراحة، طب بس إيه؟ الراجل سبقك بقى. سبقني إزاي؟ أهو. يا حاج في إيه؟ يا حاج إيه؟ قرطاس جوافة قاعد أنا ولا إيه؟ في إيه؟ ليه في إيه؟ ما ينفعش. ده ابن اخشي. في ايه يا خالتي؟ ما هتجوزي. خلاص عرفتك، خلاص عرفتك، كشفتني. يلا يا عم توكل على الله، خد حاجه الساعه بتاعتك. ماشي يا حاج. توكل على الله يا سيدي. مش عايزين، امسك خد الشحنه بتاعك ده. رجع الصندوق وناخد حقك. ايمن، ايمون. ايه؟ ايه ده؟ عايز ايه؟ بقول لك ايه؟ انت هتعرف تضرب امدة بابا؟ ده انا اعرف اضرب بابا ذات نفسه. انت متخلف يالا، انا ما يهمنيش حد. بعدين امضة ايه؟ انت هتمضيه على ايه؟ هتبيعه ايه وعيلته حاجة؟ يا عم مش هنبيعه حاجة. امال ايه؟ هنمضيه على وصولات امانة ونرفع عليه قضية حجر ونقول ابوك بقى متخلف عقليا ونتفضح في الشوارع؟ لا لا يا عم الكلام ده، اصل النتيجة بتاعتي طلعت. طب مبروك، افرح. مفرح ايه يا عم؟ انا جاي ملحق. في ايه؟ في الانجليزي. جبت كام يعني؟ بلاش. قول يا. جبت 15 من 50. جبت 15؟ 15 درجة؟ اه. وزعلان؟ ده مين المتخلف اللي قال لك إن أنت سقطت؟ أنت عالمي. ده أنا جايب نص. جد؟ والله نص في الإنجليزي من 50. افرح يالا أنت ناجح، ما تخليش حد يضحك عليك. ولا أنت سقطت في حاجة تاني؟ اه. سقطت في إيه؟ العربي والعلوم وتقريبا الدراسات. أمال نجحت في الرسم؟ أنت متخلف يالا؟ امشي يالا اطلع بره الأوضة، أنا عايز واحد ناجح قاعد جنبي أفتخر بيه. مش اطلع بره يا ساقط يا كلب. طب اقف جنبك. اقف جنبك ايه يا ساقط؟ انا عايز واحد ناجح افتخر بيه في الاوضه هنا. ايه ده؟ طب انت يعني اقف جنبي يعني. عايز ايه يعني؟ عايزك تضرب الامتى؟ اضرب لك امتى ابوك؟ اه. طب روح خلي ابوك يمضي لك على اي حاجه وهاتها وانا اضربها. يعني يلا. تخلف صحيح، ساقط الفاشل العره. على بابا انمو ملحق. منك لله. ايه يابا؟ بتزعل ايه يابا؟ صوتك جاب اخر القريه ليه؟ شوف اخوك بدل ما يدخل عليا بكيلو لحمه كيلو فاكهه جايب لي ملحق. انت متخلف يا ابني، ما قلت لك ما سقطتش. بتقول له ليه؟ ما سقطش يابا. لا ده ملحق في الانجليزي. ده جايب 15 درجه من 50، يعني عمل 15 حاجه صح من 50 حاجه غلط. يعني يفرح يابا. بسم الله ما شاء الله، ال 15 صح؟ اه والله يابا، ده الواحد لما كان بيعمل حاجه واحده صح، حاجة واحدة صح، كان يمشي في المدرسة كده ايه دماغه مرفوعة فوق. لا احنا كنا بنهرب من الفرحة يابا، بننط من على السور نهرب. اه يعني هو ما غلطش؟ لا كنا نقعد على القهوة يابا. اه ونشرب شيشة وياخد حقنة ماكس بقى، حقنة في الوليد ياخدها كده وايه ويرجع الحصة اللي بعديها. يعني انت شايف ان الولد اخوك كده كويس؟ ده جميل حبيبي. ده الله. بقول لك ايه دلوقتي؟ ده زعافة. اهلا وسهلا. الكلام معاه ده مدير افعالي. اهلا وسهلا. بص يا معلم بلتكانة، من الاخر كده احنا مهربينك من قضية تهريب كبيرة مش من قضية تحرش،
فال 5000 باكو دول ما ينفعوش معانا يا اخوانا. انا راجل محترف، هيتقبض عليا تاني وتالت ورابع، انه بادي 5 بكره 6 بعده 7 لحد ما اوصلكوا ال10 بواكف القضيه. طب افرض بقى مره اتقبض عليك ما خرجتش، مين اللي هيدينا الفلوس؟ لا انت تدينا ال10000 باكو نسيبك، مش هتدينا هنودي للحرز بقى للنيابه، وهم بقى يشعوطوك من رجليك يكرتوك على قفاك لحد ما تشوف الناس اربعه اربعات ماشيين مالناش فيه. لا هديله، انا مش حمل شعوطه ولا انكرت على قفايا. لا خد يا عم، خد يا عم، عد هديه عليا عشان معاد تدريبك دلوقتي. تدريب ايه؟ انت على فكره بتدربني على التمثيل مش بتدخلني الصاعقه. معلش، ما هو لازم وقت يا ابني عشان تخش في الشخصيه. شخصيه؟ اه. الساعه 6 يا بابا دلوقتي، ممكن تسيبني شويه انام؟ ما ينفعش يا ابني، ما ينفعش تصحى دلوقتي. يلا. هو في ايه؟ ايه ده؟ مين ده؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ها؟ في ايه؟ اخوك بسوس لازم يصحى دلوقتي يا ابني عشان بدربه على دوره في المسرحيه. طب وانا مالي؟ هتصحينا ليه كلنا عشان تصحيه؟ ما تصحيه من بره. من بره ازاي؟ ما هو فوق وانت ساكن هنا. معلش انا هعد 5 عدات، لو لقيت حد في الاوضه وربنا لحرقها باللي فيها. اهدى بس. 1 اهدى. 2 اسمع كلامي. 3 4 5 كبريت فين؟ فين الكبريت؟ انزل يا سب. انزل. نط يا علوه، اجري. نام يا جبان، مش يا مديحه. اتفضلي. عينيا من عينيا. انا نفسي اعرف الواحد ليه بيسمع كلام واحد لمجرد ان ابوه. يا ابني دي خدمه لاخوك، انت بتخدم اخوك هنا، اخوك خلص على عتبه الوصول الى القمه. وانت ليك الفخر. يلا وريني القلم بقى. يلا انا عايز اترقع بالقلم بقى. يلا رقعني بالقلم. حياه امك، انت بتسيسها يالا، دي خاينه. عايز تاخدها قلم يعني توين؟ ممكن راسها دي تطير في القلم. اصل المدرسه في المدرسه قالت لي البت اللي هضربها بت صغيره، فاللي هو يعني يكون القلم كده وكده. مفيش قلم كده وكده، مش ممكن. في تمثيل، في حقيقه قدام الناس. الناس اللي الممثل اذا الناس ما صدقتوش هتضربه بالجسمه. بس برضه ما ينفعش اضرب اخويا الكبير. فين اخوك؟ مش اخوك ده، مش اخوك دي مراتك. مراته ايه؟ ما تلمها بقى يابا بدل ما نتجنن عليكوا يابا. ده تمثيل كده وكده، عايزك تحس انك ملك، بتشرب زي الملك، بتاكل زي الملك، بتغني زي الملك، بتضرب زي الملك. يلا يا رشترد اضرب زي الملك. ابا 1 2 3 اه بالمجنون. لا لا انت بتضرب بيه كده. يا ولد يا خلاص 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 الحق يا ولد، ما تقعدش بقى بجد يا ده تمثيل يا ولد. انا رشترد. رشترد احنا في شغلنا هنا دلوقتي. انا الملك يا ايوه، انا الملك. برافو. انا الملك يعني ما حدش يقدر يكلمني. برافو. ولا ايه؟ الله الله، الولد ابتدى يخش في الشخصيه، ابتدى يحس بالشخصيه. الحمد لله. اه ميدك يا الله. ولا فكك ياب من دور الملك، وكان احنا عايزين ضحك، عايزين نضحك في المسرحيه. لو الملك اللي انت عامله ده ما بيضحكش ما تعملوش. تمام، والبس حاجه بتضحك، البس اراجوز ولا حاجه اللي انت لابسه ده. عايز الناس تاكل وشك. مين اللي جابه معانا؟ مش عارف مين اللي جابه. انت قلت له تعالى. معلش انا اسف يا بابا، دي غلطتي. قولي فيرجينيا مولاتي الملكه فيرجينيا. انت قاعد هتدخل فيرجينيا كده من قبل ما تثبت نفسك يا يا تقول حاجات تضحك الناس؟ مش طايقه وش امك يا. اوعى اوعى، انا واقف لك بالحربه هنا. لو ما قلتش افيهات ياض وناس حاجات بتضحك على الحربه دي وفي وشك، انا بقول لك اهو. يلا انت مولاتي الملكه فيرجينيا. يلا في ايه يا جدعان؟ خلاص خش خش خش. معلش يا ناس، معلش معلش يا جدعان، معلش انا احسن منه بكتير والله يا جدعان. ماشي ماشي، انا اسف خلاص، ما عادش يرغي معاك كتير.